معموله بشكل المظبوط. الدكتور احمد ابراهيم استاذ جراحات السمنه بكليه الطب جامعه عين شمس، رئيس مجموعه جراحات السمنه بالقسم المصري لكليه الجراحين الامريكيه، سكرتير عام الجمعيه المصريه لجراحات السمنه. اهلا بكم، النهارده عندنا حلقه شديده الاهميه، وطبعا ضيف استاذ الاساتذه وشديد الاهميه، الاطفال والسمنه والمراهقين والسمنه. عايز ابدا الكلام الاول بانه الحقيقه وزاره التعليم ووزاره الصحه عاملين جهد كبير جدا في هذا المجال، وبدا فعلا بمبادره مشتركه. التعليم اعلنت موعد انطلاق مبادره الكشف عن الانيميا والمواجهه للسمنه. طبعا زي ما احنا شايفين الجهد المبذول من الوزارتين يعني حدث ولا حرج، وسياده الوزيره وزيره الصحه المصريه الاستاذ الدكتور هاله زايد الحقيقه بتبذل مجهود كبير جدا في هذا المجال. فهم مهم جدا للسمنه والانيميا، وقد يوجد في طفل او مراهق الاثنين مع بعض، ده كتير. والمعتقد طبعا المشهور انه طفل او شاب مراهق سمين ازاي يبقى عنده انيميا؟ لا، ده ممكن جدا يبقى وزنه قد كده وعنده انيميا، وانيميا شديده كمان. خلي بالكوا انه المبادره دي مستمره تقريبا لغايه يعني يوم 12 ابريل المقبل، قد تمتد على يعني اعتقد ذلك، لكن اكيد البيانات بتاعه الطلبه، واكيد يعني الجهد الرائع جدا اللي بيعمله الاستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني طبعا، وسياده الدكتوره هاله زايد وزير الصحه والسكان، حقيقه ده جهد رائع في التصدي وفهم طبيعه مشكله في منتهى الخطوره، مشكله السمنه. ودايما اقول ايه، من سار على درب او من يعني مش فاكر المثل، بس من سار على درب سار عليه، حاجه كده صلحوا لي المثل لو عارفينه، او اللي يبدا مشوار هيبداه ويكمل فيه. السمنه كده هتبدا مشوار في المراهقه بتاعتك، سمين وتختوخ وبتحب الاكل، انت هتكون مراهق سمين بعد ما كنت طفل سمين، هتبقى شاب سمين، هتبقى راجل متجوز ويوم دخلتك سمين، هتبقى اب سمين، هتبقى اب وولادك كمان سمان وعائله كلها سمينه في بعضها، هتبقى عندك مشاكل قلب وسكر وضغط ومشاكل في المفاصل وانت في الاربعين ما تقدرش تلعب مع اولادك. فخلي بالكوا من القضيه دي. النهارده الحقيقه هذه القضيه مثيره للغايه في عالم جراحات السمنه. امتى هتدخل الطفل ال 14 15 سنه؟ هنعمل له عمليه، ده قلبه ممكن يتاثر، ده ضغطه بدا يعلى، ده هيجي له سكر. فالقضيه دي في منتهى الخطوره، لذلك احنا بنفخر جدا يكون ضيفي العزيز هو الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم، قمه جراحات السمنه في مصر والوطن العربي. اهلا بيك يا استاذ. الله يخليك. دكتور ايمن، ازيك؟ الحقيقه تعريف السمنه للاطفال والمراهقين تعريف اعتقد صعب شويه. لان احنا هنا هو نفس التعريف الحقيقه، بس هو الطريقه اللي هنقيس بيها السمنه في الاطفال مختلفه. السمنة كتعريف شامل هي زيادة نسبة الدهون عن رقم معين. نقدر نعرف الموضوع ده بمعادلات طول ناقص 100، طول ناقص 105، أو معادل كتلة الجسم. هنا بقى تبدأ المشكلة، لأن احنا هذه المعادلات لا تنطبق على الأطفال وخصوصا تحت سن 12 سنة. هنا لازم نستخدم طرق أكثر تعقيدا من مجرد فقط إن احنا نتكلم أو نستخدم معادلات حسابية. أعتقد أتمنى أن الوزارة تكون منتبهة للنقطة دي، وأكيد هم منتبهين للنقطة دي. تشخيص أو تعريف السمنة بالنسبة للأطفال هو زيادة نسبة الدهون عن 20% بالنسبة للولاد وحوالي 33% بالنسبة للبنات. أنا بتكلم على سن هو من 6 ل 12، أقل من 6 سنين. الحقيقة دي برضو معدات أخرى تتعلق ب الفيث برسنتايل، اللي هو يعني احصائيات معموله على عدد كبير من الاطفال عشان يشوفوا ايه الارقام النورمال. كل دي طرق معرفه السمنه، انما تعريف السمنه لا يختلف، هو زياده نسبه الدهون عن 20% بالنسبه للولاد تحت سن 12 سنه او 33% بالنسبه للبنات تحت سن 12 سنه برضه. العيله اللي عندها طفل او شاب يعني مراهق سمين
ممكن تبقى فرحانه بيه ان الواد شكله امور، شكله سمين، شكله عنده صحته كويسه، خصوصا لو طفل يعني. لكن ما بتصوروش انه ممكن تبدا المشاكل الصحيه في سن مبكر. لا، هتبدا الحقيقه في سن صغير جدا. حضرتك قلت في المقدمه ان احنا بنشوف دلوقتي مشاكل صحيه تخص الكبار في سن صغير، ده حقيقي. احنا بنشوف دلوقتي كمان ارتفاع شديد في نسبه الاصابه بالسكر من النوع الثاني مش من النوع الاول في الاطفال اللي هم عندهم 15 و18 سنه. المفروض ان دي كانت حاجه غريبه جدا، ان دي ليها علاقه بالسمنه وعلاقه بفتره زمنيه. معنى كده ان الاطفال دول عندهم سمنه بقى لهم مثلا حوالي 10 سنين، وده ادى الى كمان ان يحصل مشاكل في افراز الانسولين من البنكرياس ويؤدي الى سمنه من النوع الثاني. سكر من النوع الثاني للاسف. يعني هل ما زال هذا الكونسبت او هذا المبدا موجود عند الاهالي؟ اتمنى انه ما يكونش موجود الحقيقه. واعتقد ان في شويه في خلال الفتره ببرامج زي حضرتك اكيد ساهمت في الفتره اللي فاتت دي في انها توعي الناس بان السمنه ما هياش حاجه صحيه، اكيد دي حاجه مشكله صحيه. وزي ما قلت حضرتك، من شب على شيء شاب عليه. يعني الولد لو بدا السمنه في مرحله زي كده ولم يتم يعني تدارك الامر في قبل مرحله البلوغ، بيبقى من الصعوبه الشديده انه يخرج من هذا المشكله. للأسف المشكلة دي موجودة عندنا في مصر، دي مشكلة مهمة. احنا أعلى نسبة في أفريقيا في سمة الأطفال تحت 4 سنين. ده كان تقرير طبعا منظمة WHO، كان طلع حوالي أكثر من 25% من الأطفال بتوعنا عن سن 4 سنين بالتعريف الطبي سمنة. في رقم مفجع مثالي أنا بالنسبة، يعني بالنسبة لي أنا شخصيا كان رقم مفجع. ده نسبة حوالي ربع الأطفال بتوعنا. ما عندناش احصائيات حقيقه على في المدرسه سواء كان الابتدائي او الاعدادي. اعتقد ان الحمله بتاعت الوزاره دلوقتي هتدينا لاول مره انسايت قد ايه حجم السمنه كمان في مجموعات اكبر من كده. توقعات بتقول انها هتبقى مش اقل من 25%، انما خلينا نشوف النتائج اللي هتطلع من الحمله. والحمله الحقيقه زي ما حضرتك قلت دي خطوه بدايه، لان كمان هيتبعها خطوات اخرى. تنظيم الاكل داخل المدارس، نوعيات معينه من الاكل لازم تكون عليها رقابه، الكانتينز وال اللي بتقدم وجبات الاطفال يجب ان يكون في ليها كود اوف اثكس، او يعني ليها عامل اخلاقي انها تراعي ان دول اطفال في سن معينه. ما ينفعش انها تبقى الاكلات كلها عاليه السعرات الحراريه وكلها حاجات شكلها لطيف وشكلها مغري بالنسبه لاطفال صغيرين. يمكن الكبار هيبقى عندهم قدره على الكنترول اكتر في او انهم يتحكموا في نفسهم اكتر من كده. في الاطفال ما عندناش، واحنا عندنا تجارب دول كتير في العالم حقيقه عملت تجارب في هذا الموضوع. الولايات المتحده الامريكيه كانت عامله شويه اجراءات في بعض الولايات على كيفيه مقاومه او الحد من السمنه بالنسبه للاطفال. احد الحاجات اللي انا كنت عجبت جدا بيها ان هم حاطين الاكل الهيلثي في اماكن اكسسبل، يعني اماكن سهل الولد يجيبها، والاكل اللي مش هيلثي حاطينه دايما في الثلاجه من تحت وجوه خالص، بحيث ان الولد لازم يضطر ينزل على ركبته ويفتح الثلاجه من تحت ومش شايفه الولد، ولازم يخش يجيبها من جوه خالص. وتخيل حضرتك لما عملوا كده نسبه استهلاك الحاجات دي قلت بنسبه 30% فقط لمجرد انهم غيروا المكان بتاعه. ففي افكار كتيره ممكن تتعمل في هذا المجال. طبعا دي هيكون اكيد دور وزاره التربيه والتعليم. كويس ان الوزاره كمان مشاركه في الحمله، معنى كده كمان ان هذا النقص كمان وصل لوزاره التربيه والتعليم. ودي كلها حاجات يعني نامل انها يعني تتحرك بقى بشكل جاد، لان احنا لفتره طويله الحقيقه التقرير بتاع WHO ده طلع ب 2010 لحد 2019، بقى لنا 9 سنين بننادي بان في مشكله كبيره عندنا في سمنه الاطفال، وده هينعكس على مستقبل هذا الشباب دول لما يبقوا شباب. يعني دلوقتي اخيرا يعني وان تاتي متاخرا احسن من ان لا تاتي ابدا. ف استعن دلوقتي ان احنا نبدا نتحرك كلنا في هذا الاتجاه. هروح للعلاج. هل طرق العلاج تختلف ما بين الكبار اربعينات ثلاثينات وبين 14 15 16؟ طبعا اول حاجه الاطفال ما قبل سن البلوغ ليهم معامله مخصوصه، ليهم معامله تامه، ليهم احتياجات مختلفة شوية من العناصر الغذائية، ليهم احتياجات مختلفة من سعرات الحرارية. دول في مرحلة نمو احتياجاتهم من السعرات الحرارية أعلى بكتير من احتياجات مثلا سن 18 سنة، وأكيد أعلى من احتياجات
فوق ال 30 وفوق ال 40 وفوق ال 50، كل ما بنكبر في السن كل ما احتياجاتنا من السعرات الحراريه بيقل. انما اكيد في مرحله البلوغ، مرحله اللي هو اوتسي مثلا من 8 ل 12 سنه، دي مرحله خاصه جدا ليها طبيعه مختلفه وليها احتياجات غذائيه مختلفه، وبالتالي اي نظام غذائي يتعمل الفتره دي لازم يكون حد متخصص في المراهقين، تمام؟ مش مجرد متخصص تغذيه فقط، تغذيه مراهقين، لان ليها عوامل كتير قوي تاثر على الطفل، وبالتالي لا يجب ان حتى الانظمه الغذائيه اللي هي متعارف عليها نجحت في البالغين لا يجب تطبيقها عمياني كده على المراهقين، لان السن ده الحقيقه سن حساس جدا. مش معنى كده انه مفيش نظام غذائي هينفع في السن ده، لا طبعا فيه، انما ده فقط محتاج حد يكون مشرف. بتكلم هنا على سمنه، مش اجراءات وقائيه ان الولد ما يخش في سمنه. ماذا لو دخل في السمنه فعلا؟ طبعا نظام غذائي، ويجب ان يكون تحت اشراف حد متخصص في التغذيه للمرحله العمريه دي. ما بعد البلوغ الامور تبقى اسهل شويه، لان هي تقريبا هنا بيبقى الاحتياجات بتاعته تقترب من احتياجات البالغين تقريبا، فمن فوق 14 او 15 سنه هنا نبدا نعملهم بنفس الطريقه، مع وضع في الاعتبار برضو ان احنا بنتكلم مع اطفال. ممكن البلوغ الجسماني او العضوي يكون اكتمل، انما البلوغ العقلي ممكن ما يكونش اكتمل، وهنا ده بيحط شويه بعض النقط حوالين لو احنا قررنا ان احنا نعمل تدخل جراحي للاطفال دول، هي الحاجات اللي تناسبها. وبالتالي يجب ان احنا ننتقي في الاطفال عمليات تحتاج الى حد ما تعليمات سهله في 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 المتابعه، محتاجه فيتامينات بشكل مش عنيف قوي زي مثلا بعض الانواع الاخرى، لانه هي في يعني معظم تجاربنا على الاقل مع الاطفال في المرحله دي اللي هي من اول 13 14 15 سنه، انه يعني طفل في السن ده صعب انك تقنعه انه ياخد كل يوم مثلا قرص فيتامين مثلا، تمام؟ دي حاجه بنجد فيها صعوبه، او خصوصا لو هنطلب له مثلا قرص فيتامين 3 مرات في اليوم مثلا، بنجد صعوبه نتيجه برضو انه في الاخر كاي ولد او كاي طفل في الدنيا برضو مش حابب طعم الدواء قوي، مش حابب فكره انه بياخد دواء. هنا متابعه الاهل ضروريه جدا، وبالتالي كمان لازم يكون الاهل مركزين مع الاولاد في حاجة زي كده. الطفل كان بطبعه عنيد وبيعنت، وبالتالي مش يجب أبدا أن الدكتور أو الأهل يخشوا في إطار عندي مع الولد، يجب أن احنا نشجعه أن هو اللي يعمل كده، وإحنا فقط يعني هنتأكد أن هو بيعمل كده فعلا، إنما بدون إصرار. في حاجات كتير حقيقة، يعني أنا جات لي أم مرة لقيت تحت ما بين المرتبة والمرتبة لقيت الولد حاطط كل الأدوية اللي هي كانت معتقدة أنه بياخدها في كيس، هي بتديها له وبيمسكها وبيحطها في كيس تحت المرتبه، وظهر بالمية بعد شويه. مره ما رماهاش، واكتشفت ان هو بقى له اكتر من 3 اشهر كل الادويه اللي بتديها له بيحطها في الكيس ده تحت المرتبه. فاظن ان الاطفال بطبيعتهم عناد، وبالتالي لا يجب ان احنا نخش معاهم في عند، بالعكس احنا بنحاول فقط ان احنا نتابعهم ونراقبهم، انما لازم هم اللي يشعروا ان هم بيعملوا كده لمصلحتهم. قرار العمليه بالنسبه للطفل في اكثر من سؤال بديهي فيها. اولا ناس هتقول انه الطفل لم يصل الى النضوج الكامل في التكوين بتاع الجهاز الهضمي، ده فكر بعض الناس. الانسجه لسه بتكبر، حجمه لسه بيكبر، بيطول المعده دلوقتي غير المعده بعد شويه. الرجيم في الطفل انا بشوفه دايما من الاشياء اللي يعني شبه مستحيله، الطفل ما بيستجيبش للرجيم. طب خلينا نفرق ما بين الاطفال ما قبل مرحله البلوغ وما بعد مرحله البلوغ. ما بعد مرحله البلوغ هنا يعني هتخضع الى نفسك الى قواعد قريبه شويه من قواعد الـ البالغين، مع وضع في الاعتبار حاجه، ان انا هي برضو لاسباب نفسيه واجتماعيه، انا هي بحب دايما ان الولد الصغير بقى عنده مشكله انه يحاول هو يحلها بنفسه، وبالتالي انا مش من المتحمسين قوي لاجراء الجراحات بسرعه كخطوه اولانيه. يعني مش الولد وزنه زايد وبقى شكله مش لطيف، او البنت بقى شكلها مش لطيف فقررنا ان احنا نعمل لها بدون اي تجارب دايت ناجحه، لا، هو لانه ده كمان بيخلق عند الطفل ده احساس بان في حد دايما هينقذه من كل المشاكل، اي مشكله هو يقع فيها دايما هيلاقي في حد ينقذه. هنا يجب ان هو يتعلم شويه ان هو كمان يحاول ينقذ نفسه بنفسه، وبالتالي انا بحب الحقيقه ان الولد يمر على الاقل فتره سنتين تجارب دايت ناجحه او تجارب دايت جاده على الاقل، حتى لو ما نجحتش
قبل ما الاهل يفكروا في انهم يجروا تدخل جراحي، حتى الوالد يحس كمان بانه الموضوع مش سهل قوي كده، مش اي مشكله انا هعملها بابا هيجي يلحقني او ماما تيجي تلحقني او اي حد يجي يلحقني، لان الدنيا ما تمشيش بالشكل ده بعد كده. فده جزء اجتماعي يمكن مش طبي قوي، انما في الاخر بالنسبه لو كنا من الناحيه الطبيه هناخد على نفس القواعد، سمنه من الدرجه الثالثه، يبقى هنا في كل الاحوال القرار هيكون دايما بنظام غذائي في الاول، سواء كان النظام الغذائي ده هينجح ولا لا. زي ما حضرتك قلت عمل نظام غذائي للاطفال اصعب بكثير من عمل نظام غذائي للكبار، رغم ان الاطفال بينزلوا بشكل اسرع شويه، لان الحقيقه برضو احنا في مجتمع الى حد ما برضو في مغريات كتيره، مفيش مجال لممارسه الرياضه. يعني احد الخطوات الاساسيه الحقيقه في سمه الاطفال والمراهقين هو انك لازم الاطفال دول يبقوا لينكد لبرنامج رياضي. احد الحاجات اللي احنا طبعا في مصر في ودي فرصه برضو في الوزاره ان احنا اتمنى ان نشهد مدارس فيها رياضه جاده، ويكون نرجع تاني لعصر المدارس اللي كان فيها ملاعب وملاعب كوره وملاعب رياضه، لان الحقيقه ده جزء مهم جدا من مكافحه السمنة، هو ان الاطفال دول لازم يطلعوا الطاقه اللي عندهم، وبالعكس نشجعهم ان هم يلعبوا، مش زي ما احنا بنعمل دلوقتي عاملين بنهدي الحوش وبنبني فيه فصول، كل دي سكك في الاخر احنا بندفع ثمنها دلوقتي. فدلوقتي حان الوقت بقى ان احنا نبدا نعدل هذه المعادله. ففي الاطفال بالذات لا يمكن اطلاقا انك هتعتمد على التغذيه لوحدها، خلاص التغذيه جزء مهم من الموضوع بس لا يمكن انها تنجح لوحدها، في فاكتورز ثانيه كمان لازم تنجح معاها، دعم الاهل مهم جدا، ما ينفعش ان الولد اللي عامل دايت يحس انه متعاقب نفسيا. فالاسره كلها لازم تنزل تلعب مع الولد في الملعب، ما ينفعش حد يقف من بعيد يسقف ويقول له لا يا حسن ما تاكلش شوكولاته يا حبيبي، هو قاعد بياكل شوكولاته. طبعا ده كلام فاضي، دي كلها سكك جربت قبل كده ومش هتدي اي نتيجه. اول حاجه في النظام الغذائي هو ان ما تبقاش قصاد عينين الولد، طالما مش قصاد عينين الولد يبقى مش هتبقى موجوده في البيت من اساسه. اي حد في البيت، اخوات تانيين ولاد تانيين، اي حد عاوز يعمل اي مخالفات لازم يعملها بره البيت، والولد نفسه ما يبقاش شايف. فأنا من حضرتك طبعا ان السمنه، ان علاج السمنه في الاطفال من ناحيه الدايت رغم هي الطريقه الاسلم والاسهل، انما هي ما هيش سهله، وده في رايي نتيجه الظروف المجتمعيه اللي بتحيط بالولد، طبيعه السن ده كمان، الولد برضه بيحس ان اصحابه كلهم او زمايله بياكلوا الاكلات دي في المدرسه، بياكلوا الاكلات دي في النادي في البيت، مش معنى هو اللي هيتحرم منها وهو معاقب، هو ما عملش حاجه عشان يتعاقب. فيجب برضه ان الاسره تراعي هذه الناحيه النفسيه، انها مفيش واحد بس هيعمل دايت، مفيش حاجه اسمها انا عندي ولد وزنه زايد وولد مش وزنه زايد فده هحرم ده ليه؟ لا، تحرم ده عشان ده كمان مش هيلثي اولا بالنسبه عشان كمان ما يبقاش زي ده. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الولد التاني اللي يمكن هتنجح انك تنقص وزنه بتاعه وفي جو في البيت عام من الاكل اللي مش هيلثي على الاقل. العمليه المناسبه اكتر التكميم ولا تحويل مسار؟ بص، هو الحقيقه هي نتيجه التحويل في الاطفال احسن، بس الحقيقه انا بحب التكميم في الاطفال اللي هم مرحله من سن مثلا من عند البلوغ لحد سن 16 سنه. بحب انا التكميم اكتر نتيجه سهوله التعامل معاها بعد العمليه من ناحيه الفيتامينات، وبالتالي الولد سهل ان هو يقدر ياخد قرص او قرصين فيتامين في اليوم، غير الثلاث او اربع قرص اللي ياخدهم في التحويل. المتابعه في التكميم اخف شويه من المتابعه في التحويل، وبالتالي ان فرص حدوث مشاكل ناتجه عن نقص التغذيه في التكميم اقل بكثير من او سوء التغذيه او سوء الفيتامينز، يعني اقل بكثير في التكميم منها في التحويل. بس حضرتك فكرت معايا تاني، هتلاقي ان التحويل حقيقه من ناحيه النتائج هتكون مفترض انها تكون احسن، لان معظم المشاكل اللي بتنتج عن زياده الوزن او التغذيه الخاطئه اللي بتؤدي الى زياده الوزن في الاطفال بتبقى معظمها حاجات لينكد اكتر للتحويل، اللي هي معظمها بتبقى في كاتيجوري بتاع يا اما النشويات يا اما السكريات. معظم الاطفال دول يا اما بيحبوا الشوكليت يا بيحبوا الحلويات الشرقيه او الغربيه او الكيك او الحاجات اللي هي فيها سعرات حراريه عاليه وفيها كميه اكل ماش عاليه قوي، وبالتالي هنا التكميم ممكن ما يبقاش مفيد قوي. انما مع تنظيم للاكل في يعني لما نعمل عمليه لحد من الاطفال مثلا عنده 12 13 سنه مع عمليه تكميم،
انا حبيب دايما بحب اقول الاكل ان احنا عملنا نص المشوار والبيت عليه النص التاني، انما ما ينفعش ان هو الاسره تتعامل مع العمليه على ان خلاص الواحد عنده عمليه بقى وهنجيب الشوكولاته عشان كل الناس تاكل وهو المفروض هيخس كده كده. لا طبعا ده معلومه غير حقيقيه وده مش هيحصل. يبقى طبعا طفل عنده سمنه شيء مؤرق جدا للعيله، شيء مؤرق جدا لمستقبله. السمنه في الاطفال ليها عواقب كثيره جدا ومضاعفات كثيره جدا على صحته هو. طبعا السكر قلنا، الضغط على فكره، الضغط في الاطفال طبيعي 5% من الاطفال عندهم ضغط عالي على فكره، لازم تقيسوا الضغط الاطفال، فاكيد بيعلى لما يكون في سمنه. تكلم عن تاخر البلوغ وصغر حجم الاعضاء التناسليه بسبب السمنه، لأن الخليه الدهنيه بتحول هرمون الاندروجين الى هرمون استروجين اللي هرمون انوثه، ده مشكله. تكلم عن انه مشاكل الطفل في التنفس، مشاكل الطفل في الحركه، طبعا حمل على ركبه. انا بقول دايما انه انقاذ الطفل وعلاجه مبكرا في السن هيوفر ان احنا نستلمه وهو شاب 30 سنه ولا 35 مستهلك خلاص، كل مفاصله اتاثرت، عنده مشاكل وانزلاق في العمود الفقري خلاص اوريدي خلاص. ما هو احنا هنخفف المساله لكن مش هراجع الانزلاق، الانزلاق انزلق، هنلاقي الركبه اتدمرت هنخفف الحمل عليها، لكن اللي باظ باظ. السكر بدا يحصل خلاص، هنقل هيختفي ماشي، بس اللي دمره او ساب له اثار هيفضل الاثار موجود. فالشغل المبكر على الطفل ده بجراحات متخصصه بدراسه متخصصه جدا، مش اي حد يمد ايده على الطفل ابدا او على شاب في مرحله مراهقه ابدا. الحكايه دي محتاجه بقى لوحدها نقعد نفكر في بارامترز ومقاييس من هو جراح سم، دي قصه ثانيه كبيره جدا جدا. لكن لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الكبير لضيفي الكبير استاذنا الاستاذ دكتور احمد ابراهيم، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك، خليكوا دايما معنا سر. كلنا نحب ان احنا نفضل شباب، كل رجالة ستات يكرهوا جدا التجاعيد، التجاعيد شيء مزعج للغاية. عجبتني قوي حتة الشمس لان احنا بنستهتر بيها، وده الدور اللي بيلعبه السان سكرين زي ما انت قلت بالظبط، وفي الحماية. معنى كلمة ديتوكس؟ بتقلل الأكسدة. يعني انت من ضمن كل الحاجات السيئة اللي بتحصل لنا من التبقيع من التجاعيد من كده، أكسدة في مواد في الأنسجة. التجاعيد نوعين، في نوع ستاتيك وفي نوع في الموفمنت، مع الموفمنت. فدي بقى ليه علاج ودي ليه علاج. البوتوكس ده بيشتغل على العضلة، أما الفيلر ممكن يتحط في أي حتة فقدت الدهون بتاعتها. ما اقدرش الراجل احقنه زي الست بالظبط، بالاخص في البوتوكس. توقعات عاليه قوي مهما قلت للعيان. الدكتوره منى العقبي استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاكاديميه الامريكيه. الفيلر ده والحاجات دي انا اسمع ان هي بتبقى وقت معين وبعد كده بترجع لطبيعتها. يعني وضع معلش حضرتك. لا والله ما عملتش. لا بس اي حاجه فيها تدخل جراحي ما بتبقاش كويسه مثلا تقريبا. ما احبش العب ايه العمل اللي خلقت ربنا دي ما تلعبش فيها. اللي بيفكر في الكلام ده اكيد يعني بشكل كبير الستات. لقيت ان انا محتاج اوكي مش مشكله. اهم حاجه في الموضوع ده الرياضه مش اكتر. مش عارفه مش مضمونه يعني، في ناس كتير ماتت منها تقريبا. الراجل بطبيعته يعني مراحل سنيه الواحد بيمر بيها، ف اوريدي بيبقى مش هغير من طبيعه شكلي يعني. شايف ان ما ينفعش ده الراجل، ما ينفعش ده رايي الشخصي. مش محتاج ان الانسان يشد ولا يعمل ولا اي حاجه. اه حرام. اهلا بيكم. كلنا نحب ان احنا نفضل شباب، كل رجالة ستات يكرهوا جدا التجاعيد، التجاعيد شيء مزعج للغاية. انه حد يبقى عنده، خصوصا بقى لما يعني البنت بتكونش برضو كبيرة، تكون لسه صغيرة وتبان تجاعيد كتيرة في وشها، وذلك الراجل. بس في حاجات كتير تعمل تجاعيد انتبهوا ليها، يعني مثلا الشمس. الناس فاكرة ان الشمس امنة تماما، لا الشمس مش امنة. الشمس مش امنه تماما، هي مفيده جدا تعرض ليه لكن في حدود وبنظام
بسيستم هنتكلم عليه وبواقي شمس ده مهم جدا سان بروتكشن ده شيء بقى في العالم كله مهم للغايه. الحاجه اللي تعمل تجاعيد ومش متنبهين ليها اكل السكريات كتير. اي سكر بيزود التجاعيد خلي بالكم منه. السكر ده سم ابن لذينه ابعدوا عنه خالص قللوا منه على قد ما تقدر. تدخين طبعا من حاجات اللي بتعمل تجاعيد لو انتوا بقى فاضيين كده لغايه بالليل اقعد احكي لكم على ميكانيزمات اللي يعمل بيها التدخين زي الهايبوكسيا التوكسينيا الديكوتين المواد كلها الموجوده الحاجات البابيورز اللي هي الابخره اللي طايره دي تعمل مشاكل كبيره جدا. برضو اوضاع النوم من الحاجات الغريبه انك لازم تاخد بالك من انك ما تقعدش الناس مثلا في ناس انا ما اعرفش ازاي حد يطيق ينام على بطنه دي حرام اولا وضعيه مش هقول انا ما اعرفش اقول كده حرام لازم اهل الدين اللي يقولوا لكن دي نوعيه خطره في النوم ان حد ينام وشه في المخده لازق داخل كله في المخده خطر جدا جدا فده بيعمل تجاعيد برضو نقص البروتينات الاكتئاب بيعمل تجاعيد. النهارده احنا هنتكلم على هذه يعني المعضله المهمه ازاي نبان ينجر ازاي نحاول ناخر ظهور التجاعيد. في ناس ما شاء الله ما بيظهرش عليها تجاعيد خالص. تعالوا نفهم ايه السر ورا ده مع ضيفتي العزيزه الاسم الكبير اللي بنسعد جدا بصحبته دايما في حوار ممتع للغايه وبيبقى واحد من الحوارات اللي بنفتخر بها في الثقافه الطبيه لان من ضمن رسائلنا ان احنا بنقدم نماذج عظيمه للطب في مصر للوطن العربي كله عشان الوطن العربي يعرف قد ايه الطب في مصر في هذه النماذج البراقه بمعنى الكلمه. ضيفتي العزيزه الاستاذه دكتوره منى العقبي استاذتنا اهلا بيك. اهلا يا ايمن منوراني ربنا يخليك. اشيك دكتوره في مصر سي لا بجد يعني الاول في ناس ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني حضرتك ما فيش تجاعيد بسيطه خالص ما فيش دايما انا بعمل حاجات لا انت عملت مقدمه صح جدا عجبتني قوي حته الشمس لان احنا بنستهتر بيها وده الدور اللي بيلعبه السان سكرين زي ما انت قلت بالظبط وفي الحمايه الاس بي اف ده اللي هو معدل الحماية واقي الحماية كان زمان يتقال 100 يتقال 35 يتقال 95 والناس فاكرين ال 100 دي اقوى حاجة ذاتس نوت مش حقيقي. الحقيقي دلوقتي بقى اسمه 50 بلس فلازم المريض لما يروح يجيب حاجة من الصيدلية يبقى عارف ان هي 50 بلس على ان ما زال بعض الشركات بتنزل قوة حماية 35 وبنفس القوة. التقدم اللي حصل في الواقي شمس مثلا كان الشكوى الأساسية لما بحطه وشي ملزق بيعمل لي فسفيس بيقفل لي المسام بيوسع لي المسام لونه أبيض بيلمع فكانوا الناس كارهينه كره العمى. دلوقتي بقى التقدم لأن بقى أساسي في مثل البشرة الدهنية المات اسمه مات بالفرنش يعني اللي هو غير لامع. في الميست اللي هو بيبقى دراي ميست زي الرذاذ فده ميست ان هو يتحط بسهوله من غير ما يبقى فيه نقطه بيضة محطوطه. في التنتد اللي هو فيه لون والالوان بتتراوح في الغامق والفاتح احنا المصريين كلهم يحبوا الفاتح لكن انا دايما من الناحيه التجميليه كميك اب محدش يحط افتح قوي من بشرته بيبان مجير يبان مش حلو احسن حاجه الواحد يجيب القريب قوي من بشرته في تنقيه اللون. في بقى الاويل دراي اويل جميل انا احبه جدا لانه بيتحط على العيال جسم العيال الام ترش كده واخد كل الجسم فالتقدم في السان سكرين بقى جميل وانا بقول مش معنى ان الشمس والمصايف خلصت ان انا بطل احط ما زال في شمس والشمس اللي بتبقى موجوده ممكن تبقع لانها انت مش حاطط واقي وكنت بتحط واقي حته غمقت من حته فتحت عن حته فيعني نكمل عليه زي ما بقول برضه في الشتاء الناس فاكرين يقولوا الشتاء ده ما فيش شمس ما احطش لا يتحط برضه جزء من اللي احنا ليه بنتكلم على واقي الشمس زي ما انت قلت التجاعيد دي
خلقه مع بعض الواحد يقول في بشره ما بيجيلهاش تجاعيد، تلاقي عيله كده فوق الستينات وبشرتهم مشدوده وما فيش تجاعيد، حاجه جميله قوي. وفي بيجعدوا بدري، في جعده من كتر الحركه بتاعت العينين، رفع الحواجب والتكشير والضحك قوي، فيبقى دي اسمها رينكلز مع الموفمنت مع الحركه بتاعت العضله. احسن علاج ليها البوتوكس باي فار. يعني ما تيجي واحده ست تجيلي وديها الكريمات اللي معموله مخصوص للتجاعيد، تقول طب ما احطه على دول، اقولها بترمي فلوسك في الارض مش هيجيب نتيجه. بيجيب نتيجه لما يكون التجاعيد الرفيعه قوي اللي بتيجي حوالين العين، الكريمات رائعه وليس لها بديل. نيجي في الحاجات اللي فيها الموفمنت نعمل البوتوكس. البوتوكس كنا زمان لما بنعمله كان بيبان قوي، بنشد الجبهه جدا، الحواجب ممكن ترتفع وتبقى زي الشيطان. دلوقتي بقت الاماكن اتعرفت اكتر، الجرعات اتظبطت اكتر، فبقى ممكن الناس يعملوا بوتوكس وما تحسش ان وشهم ارتفيشل مش صناعي يعني. فده بالنسبه للتجاعيد. انا من المحبين لماده الريتينول. الريتينول او الريتين اي دي من ضمن الحاجات الرائعه في كريمات لعلاج او كنترول للتجاعيد الرفيعه. عايز اسال على واقيه الشمس. ايوه. هل كل بشره، كل نوع من البشره اللي واقي الشمس بتاعه طبعا طب افرض في بشره فيها ميكس، يعني ساعات البشره تبقى في حته دهنيه وفي حته ثانيه، هي عاده دهنية. بتبقى كده، وساعات يبقى فيها بقع. ايوه. نعمل ايه؟ اللي فيه بقع، في دلوقتي طالع واقيه شمس فيها الاس بي اف اللي هو الحمايه موجوده بنسبه معقوله، فده لما يحطها هيقلل لي التبقيع. يبقى دي خلصنا من نص علاج التبقيع. الميكس انا لو ما بشوفش العيان مزيت قوي وشه اويلي خالص دهني بدي العادي، بدي اللي هو للسنسيتيف للدراي اميل كده. يعني لو هو في الميكس اريا اويلي قوي افضل ادي اللي هو بتاع البشره العاديه. لما يبقى اويلي قوي ادي للعلاج الاويلي، اتناسى الحته. ايه عموما الدهون بتبقى ليها تي زون، فبيبقى هنا في النص. ايوه في النص هنا في الحته دي، في الحته دي حوالين الانف وانت نازله وفي النص كده ودول بيبقوا فيهم جفاف يعني. فياخد العادي. لما تبقى البشره توتر جافه اديها الحاجه اللي بتغيرها. بشره فيها بقع هديها الحاجه اللي فيها واقي شمس. بشره اويلي هديها المات. يبقى كده انا وزعت صح. لو انا عملت كده والعيان حط الدواء الكريم وجاء بعد اسبوعين قال لي لا ده انا طلع لي فسفيس وحب شباب، يبقى على الرغم من ان انا نقيت حاجه موست ابروبريت لجلده لكن فاشله في حاجه، اروح مغيرها على طول نوع السان سكرين. ده يعني مهم قوي. زي برضه نوضح للناس ايه هو الاس بي اف، لان كل شويه نقول عامل الوقايه من الشمس. هي بيبقى ليها مقاسات، يعني بيسيبوا مثلا حته مفتوحه كده يركبوا حاجه ويسيبوا حته مفتوحه اكسبوزد للشمس ويشوفوا كميه الاشعه طالعه قد ايه وطولها قد ايه، ويعملوا تقسيمه حاجه على حاجه، الريد ريز على يعني فيها تفاصيل كده كيماويه، ويقول لك واقي عامل الوقايه في الاس بي اف ده 50 بلس يبقى ده كويس، يبقى ده حاجه معالجه. هل في حديد في واقي الشمس؟ لا ما فيش حديد، ما تقليش ما يعني ما بيحطوش في لا. طب هل متهيألي يمكن التنتد هتلاقي فيه اللي فيه تنت اللي فيه لون، ممكن يبقى في كابر، يبقى في حاجه تدي لون. هل يغني عن الفاونديشن او يبقى بديل؟ والله انا لو في واحده ست عاوزه اوفر لها بدل ما اديها العادي الابيض او الترانسبيرنت وبعدين تحط لي الفاونديشن، او لا استعملي الفاونديشن على طول. برضو هنا لو الفاونديشن لونها عاجبها. ساعات الست تتلخبط تحط كريم الاساس الاول ولا تحط واقي الشمس الاول؟
لا انا افضل الاول الكريم المرطب او التونيك او اللي هي بتعمله، تقعد نص ساعه تلبس تاخد فنجان قهوه وانت حتى واقي الشمس وطالعه. في بنات بتحط كميات بتحس انها يعني هي ايدها شويه لا هو هو اصلها بص انت سؤالك فيري جود، الاكثار منه مش ميزه والا منه، ان انت بقى تقول للعيانه حطي قد صباعك نص العقله وتحطي مش بيحصل، فهي فيها عقلانيه، انا هحطه وهفرده وهسيبه ما يعملش لون وما يبقاش طبقه سميكه واسويه سواسيه، يعني ما اسيبش حته فاضيه وحته مليانه او حته تقيله وحته لا، تعمل تبيع. في بيهتم قوي دلوقتي بمنضدات الاكسده اللي احنا جبنا سيرتها. اه هل الانتي اوكسيدنت؟ الانتي اوكسيدنت في ناس كتير بتحبها يعني بـ 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 بكل اشكالها بقى، سواء كريمات او ادويه او كبسولز هي من هي فيتامين سي اي سي اي مثلا دي الانتي اوكسيدنت، حاجات تانية طبعا كتير بس دول المين. في ناس بياخدوها طول عمرهم ما مش غلط يعني. في ناس بتحط واقي شمس اكتر من مره في اليوم، وفي ناس بتشتغل جوه كلوزد اريا وبرضه بيحط واقي شمس، ده صح؟ اه لو انت في كلوزد اريا وعندك بلو لايت اللي هو ازرق، الازرق انت قاعد في شمس نيون. اه نيون الكمبيوتر ما هو كلهم قاعدين قدام الكمبيوتر والموبايل بس، فانت هتحطه في بقى يقولوا لك من ساعتين كل ساعتين تحط. دي مش كل الناس بيعملوها، ومعتقد الست تقولي لا انا بحط واقي شمس، لما اسالها بقى بتحطيه ازاي تقولي بحطه الصبح وخلاص. هل البوتوكس والفيلر هما العلاج الوحيد للتجاعيد ولا في علاجات ثانيه؟ والله لا في بص هو البوتوكس والفيلر ميزتهم انك بتعمل حاجه بتشوفها سريعه المفعول وقويه، لكن ده لا يغني عن الكريمات. انا البوتوكس بتديه كل مثلا 14 او كل 6 اشهر. طب وفي بيتك هتعمل ايه؟ في بيتها هي هتعمل ايه؟ تحافظ لي دلوقتي في كريمات نازله تقول لك تومنتين النتيجه تثبيت للنتيجه وذر دي حق او كده، لكن هي فيها عنايه بالبشره بعد كده يعني ده نقوله عليه. في الفراكشنال ليزرز للتجاعيد، يعني انا في حته الليزر مش كل الحالات بتستجيب. في التقشير بيشيل لك طبقه ويعمل ستيميليشن للكولاجين، فيبقى هنا انا بعمل كذا حاجه. واذا في عيانه تيجي تقول لي انا ابتدي كده، هي مقدره ماليه ولازم الدكتور يراعي العيان في الحته دي، لكن اللي يقدر اعمل له كل حاجه يبقى كويس. نبدا العلاج التجاعيد وانس ولا في سن ابدا فيه؟ سن الشكوى، يعني لو جات لي بيشنت وهي مكشره عندها تاثر تجاعيد اعملها بوتوكس وانا مطمنه جدا ان انا بعمل حاجه صح ليها، لان دي لو سبتها بعد شويه هيبقى في الجلد الطبع تو لاين ما بيروحوش الا فيلر بعد فيلر بقى وحكايه، والفيلر في الحته دي اتس دينجرس اريا ما لا مش كل ترينجولر اريا دينجرس زون دينجرس زون، فيعني لازم نبقى احنا حاطين ايدينا على قلبنا زي بالظبط كده. يعني هي الحاجات دي عاوزه يعني كل ما الواحد يبقى جاهل كل ما يبقى اجرأ كل ما تبقى انت عارف اللي ممكن اللي يحصل تبقى خايف. العلم العلم بيخوف طبعا. الجهل بيريح بالظبط كده. انت بتنوريني وبتسعديني بحوارك الممتع للغايه اللي النهارده بتعلمينا حاجات كتيره مهمه. اعتقد انه في حلقاتك بدات توضع قواعد مهمه جدا للتعامل مع واقيات الشمس، بقت ثقافه واقيات الشمس الناس بدات تفهمها، الناس بقت تفهم ان المنتجات المصريه ما شاء الله متقدمه للغايه، الناس بدات تفهم يعني ايه اس بي اف، الناس بقت تفهم خطورة الشمس ده مهم جدا. واعتقد انه فترة الشتاء كمان الناس هتدفع تمن غالي اللي عملوه في الصيف ايوه بالظبط كده تشويق لازم يهتموا بقى لازم نرمم او نصلح اللي احنا بوظناه. هي يشوف زي ما انت قلت في الاول والله يا ايمن، يعني هي الجمال ده بقى حاجة من اساسية قبول للناس لبعض، فيعني حاجة مهمة بقى.
وجودك معنا شرف كبير جدا. ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتوره منى العقبي استاذه الجلديه بكليه الطب جامعه عين شمس، امراض الجلديه والتجميل، وعضو الاكاديميه الامريكيه للجلد والتجميل. كانت ضيفتي في واحده من حلقاتنا الراقيه بلا شك جدا في الناس الحلوه. خلي بالكم من جلدكم، خلي بالكم من بشرتكم، خليكم مع الناس الحلوه. مين مش هيجيله ميه بيضاء؟ ده سؤال مهم جدا. بمجرد تشخيص الميه البيضاء حتى لو الشخص لسه شايف كويس بنعمل عمليه الميه البيضاء. ليه بتحصل الميه البيضاء؟ عتمه عدسه العين احد مظاهر شيخوخه عدسه العين. لما الميه تستوي زياده عن اللزوم تبتدي يبقى ليها مضاعفات بقى. ايه الطرق الحديثه دلوقتي اللي خلت العمليه بتعمل في 10 دقائق؟ الموضوع ما بقاش ان احنا بس نشيل الميه البيضاء بقى، خلاص احنا تخطينا المرحله ديت وبنتكلم دلوقتي في عمليه الميه البيضاء للتصحيح. 30% من البشر محتاجين نظارات بشكل أو بآخر. أي اعتماد على شيء صناعي فهو نوع من الإعاقة. ما زال الليزك بيحل تقريباً 90% من المشاكل. عالم لا يقبل الأخطاء فهو عالم المليمتر. الليزك اتطور بسبب كتر الحالات اللي اتعملت. أنت بتروح للدكتور الخبير اللي أنت واثق في علمه وهو هيختار لك التكنيك اللي هيحقق لك كل المزايا بأقل المشاكل. الدكتور محمد حامد أستاذ جراحات العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية إنجلترا. مراكز الدكتور محمد حامد للعيون. اهلا بكم. النهارده لقاء مهم جدا وله طبيعه خاصه للغايه، اولا لقيمه الضيف، ثانيا لقيمه الموضوع. احنا هنتكلم على الميه البيضاء. مين مش هيجيله ميه بيضاء؟ ده سؤال مهم جدا جدا. ويعني ايه ميه بيضاء؟ برضه من الاسئله المهمه. وايه عدسه العين؟ طب ما هو العين كلها عدسات، لا في طقم عدسات في العين. يعني القرنيه ما هي عدسه؟ لا في عدسه، سبحان الله. العدسه، طب ما هو كله بيجمع واي حاجه بتجمع ضوء فهي ما تقال عليها عدسه. لكن يظل العدسة بتاعة العين هي التي يقال لها العدسة. إذا أصيبت تصاب بمرض مشهور جدا اسمه المية البيضاء. وتقريبا هذا المرض قديم جدا، قديم يعني قدم الإنسانية أكيد، حتى ذكر في القرآن يعني فبيضت عيناه من الحزن. فيعني ده حاجة مهمة جدا. لكن لما نيجي نبص لكيفية تعامل الناس مع المية البيضاء، أنا في رأيي إنه في نقص ثقافي كبير في التعامل معها. ليه؟ كتير من الناس تأجل إنها تروح تعمل المية البيضاء وتتردد. أنا بقابل ناس من أصدقائي اللي جات لهم مية بيضاء من 3-4 سنين يقول لك أنا عندي مية بيضاء هروح ولا ما أروحش؟ طب قول لي أعمل إيه وبتاع؟ لا أنا راجل بتاع بطن، أنا مالي ومال الكلام ده. روح، أكيد روح. يعني أنا مش قادر أنصحك نصيحة أكتر منك روح، لكن مش تسألني أنا، أسأل الدكتور عيون. الكارثه في ان انا بقابله بعد 3 سنين ولا سنتين ولا اكتر الاقيه برضه بيسالني نفس السؤال. انا عندي الميه البيضاء لسه، انا بفكر اروح. انا رغم ان العمليه دي اصبحت عمليه بتعمل في وقت زمني قياسي، التكنولوجيا بقت رهيبه فيها، وغير كده وكده المهاره الطبيه ارتفعت جدا. انتشار فكره السكوت على الميه البيضاء للاسف انا بعتقد انه من الحاجات اللي لازم نحاربها في 2019. النهارده كمان قيمة الموضوع من قيمة ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد حامد، أستاذ طب وجراحات العيون بكلية الطب، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وطبعا مؤسس لمراكز محمد حامد. أهلا بيك. أهلا. وشرف كبير لنا هذه الزيارة. سعيد جدا باللقاء معك على المستوى الشخصي. ربنا يخليك. وأنا يعني سعيد جدا. يعني من لا يعرفك يعرف كويس جدا كان بيتقال عليك عبقري الدفعة بتاعتك. الله يخليك. أنت نورتنا وسعيد جدا. ربنا يخليك. لكن أنا عايز أقول الأول قبل ما أدخل في المية البيضاء وإيه هي، هل ثقافة الشعب المصري فعلا في المية البيضاء زي ما أنا قلت؟ انت ليك حق تماما. يعني هي الفكره ودي رساله توعويه او توعيه مهمه جدا، ويمكن احنا هنوضح الكلام ده بتفصيل فنيه اكتر يعني واحنا بنتكلم، بس عايزين نقول ان وعي الناس بفكره ان المايه البيضاء نستنى لما تستوي ونستنى لما نوصل ان احنا نبقى مش شايفين خالص عشان نعملها، الفكره دي المفروض انها اتلغت تماما. يعني احنا المفروض بنقول ان الناس
خلاص ده احنا هنوصل في الكلام ممكن هوضحه دلوقتي، ان بمجرد تشخيص المية البيضة حتى لو الشخص لسه شايف كويس بنعمل عملية المية البيضة. وهنقول الكلام ده لان له مزايا فنية، يعني مش بنقول من باب الاستعجال ان احنا نعمل عملية، لا، لان احنا بنحصل على مزايا فنية كتير جدا من عمال العملية، وكل ما يكون مبكرا كل ما بيكون افضل. فالفكرة ان الفلسفة العامة عند الناس ان احنا نستنى لما المية تستوي ونستنى لما نبقى مش شايفين وبعدين نعمل عملية، الكلام ده لازم يتغير طبعا خالص. سؤالين مهمين، ايه هي المية البيضاء للعامة للناس، لانه اكيد المية البيضاء ليها تعريفات طبية دقيقة جدا، وليه العدسة التي تصاب بيتقال عليها عدسة؟ طب ما كله عدسة. هي الفكرة ايه، هو العين فيها طبعا زي ما انت قلت كأنها مركبة من عدة عدسات، يعني القرنية في الأول بتعمل شغل العدسة، والعدسة الداخلية بتاعت العين. بس احنا مجازا عارفين ان العدسة المقصود بيها العدسة الداخلية بتاعت العين اللي هي واخدة شكل العدسة. القرنية هي جزء الشفاف الخارجي وليها مفعول العدسة، لكن لا توصف بأنها عدسة العين. لما يحصل عتامة في عدسة العين، طبعا العدسة المفروض انها كلمة عدسة المفروض انها شفافة غاية في الشفافية عشان تنقل الصورة اللي داخل العين. لو حصل عتامة في العدسة بتاعت العين اللي هي العدسة الداخلية بنسميها مية بيضة. ليه بتحصل مية بيضة؟ أسباب كتير، أهمها وأكترها شيوعا تقدم السن. يعني احنا بنعتبر أن عتامة عدسة العين أحد مظاهر شيخوخة عدسة العين، يعني مع مظاهر الإيجينج مع تقدم السن، زي ما الشعر بيبيض كده، ودي أحد مظاهر الشيخوخة، العدسة بيحصل فيها عتمات، ودي برضو أحد مظاهر شيخوخة هذا النسيج اللي هو عدسة العين. في أسباب تانية طبعا زي إصابات، حد اتخبط في عينه، حد عنده أمراض داخل العين زي التهابات أو شيء، ده بيخلي العدسة تعتم حتى في سن صغير. العملية جراديوال يعني تدريجية، فالأعراض هنا برضو يعني لازم نقف قدامها بتدقيق. هي اللي بيحصل ايه، ان الشخص بالذات في المية البيضاء اللي هي سببها تقدم السن، لانها بتبقى تدريجية والتطور فيها بطيء، بيبتدي الشخص يحس ان النظر بالتدريج بيقل، ما عادش زي الاول، مقاس النظارة ما بقاش مريحه، وكل شوية محتاج يغير النظارة للحصول على نظر احسن شوية، لكن برضو ما بيوصلش للنظر الكافي لان في خلاص العتامة موجودة. ممكن تغير مقاس النظارة ويحصل شوية تحسين بسيط، بس عمره ما يبقى بيرفكت، يعني عمره ما هيشوف كويس قوي. وبالتدريج كل شوية بيشتكي من ان مقاس النظارة عايز يتغير، لا مش شايف كويس، لحد ما يوصل لمرحلة تغيير النظارة ما بيعملش فرق، بقى هو في كل الأحوال مش شايف كويس، وده معناه ان العتامة اللي في عدسة العين اللي هي الكلمة اللي هي المية البيضة يعني زادت بدرجة مأثرة كتير على النظر، وساعتها طبعا لازم يبقى في تدخل آخر. يعني دايما البدايات ما بيبقاش فيها ذكر المضاعفات، لكن انا هبدا بالمضاعفات، ما اعرفش ليه، يعني انا هبدا بمضاعفه ان واحد يترك المايه البيضاء وما يعالجهاش. هي الحقيقه الحكايه ديت احنا يعني ما اظنش ان احنا يصح بقى نشوفها في دلوقتي، يعني الكلام ده كنا بنشوفه من حاجه زي 20 سنه كده، اللي هو الناس كان عندها كونسبت بقى استنى المايه البيضاء لما تستوي تماما، وكانت برضو نتائج العمليات زمان not that perfect، يعني ما كانتش حلوه قوي، وكان برضو مشاكل العمليات متكررة، وكان نسبة العدوى والتلوث والمضاعفات منتشرة، الكلام ده بنتكلم في ربع قرن فات، يعني بنتكلم في 20-25 سنة فاتوا، فكانت الناس تستنى لما الماء تستوي زيادة عن اللزوم. لما الماء تستوي زيادة عن اللزوم يبتدي يبقى ليها مضاعفات بقى، زي انها تعمل التهابات داخل العين، تعمل التهابات قزحية مزمنة، ترفع ضغط العين، اللي هي ساعات زمان حتى الناس عارفين يقولوا تقلب ماء زرق، هو اللي بيحصل ان بيحصل التهابات، ودي بتؤدي إلى ارتفاع ضغط العين. مرحلة بقى متقدمة جدا إن المية تستوي زيادة عن اللزوم والأربطة اللي ماسكة عدسة العين نفسها تتهتك خالص، تهترق تدوب يعني، وتقوم العدسة كلها واقعة في قاع العين، ودي طبعا ما بنشوفهاش يعني دلوقتي إلا نادرا، لكن ممكن تحصل. إزاي نشخص حالة كاتركت؟ لا، تشخيص المية البيضاء سهل، والمفروض ان هو من المهارات الاساسيه للدكتور العيون، يعني المريض الاول بيشتكي ان النظر بيقل بالتدريج، لما نيجي ناخد له حتى القرايه على الكمبيوتر ما بتطلعش في غايه الدقه، واحنا بنشخص على الاجهزه بتاعتنا بمنتهى البساطه وجود المية البيضاء، وبنحدد الدرجه بتاعتها ومكانها فين في عدسه العين والى اخره. يعني العالم العيون تقدم تكنولوجي رهيب جدا، ازاي التكنولوجيا، ايه الطرق الحديثه دلوقتي اللي خلت العمليه بتعمل في 10 دقائق؟
زي ما انت قلت يمكن في المقدمه ان المايه البيضاء حاجه تقريبا هتحصل لكل الناس او اغلب الناس، يعني في سن معين في مرحله معينه مختلف الناس هيوصلوا ان هيجي لهم درجه من درجات المايه البيضاء. وعشان كده هو دايما العلم بيركز على الحاجه على قد ما هي مهمه وكتيره، والتكنولوجي والتطور والبحث يركز في الحاجه اللي بتيجي لعدد الناس الكبير اكتر، والميه البيضاء لانها حاجه هتيجي لكل الناس تقريبا، فكان لازم يبقى فيه بحث وتطوير في التكنولوجي على مدى الزمن. التطور حصل من ان زمان كنا بنعمل الميه البيضاء زمان قوي، يعني يمكن انا ما وعاش قوي على الكلام، ان الميه البيضاء تتعمل تتشال بس الميه البيضاء اللي هي عدسه العين تتشال زي ما هي، وما كانش في حاجه اسمها زرع عدسه، وكان الشخص يحتاج نظارة بقى سميكة جدا لتعويض مقاس العدسة اللي ما بقاش موجود. بعد شوية بقى فيه مية بيضة جراحية بتتشال بطريقة جراحية زي الأول عادي، بس فيه زرع عدسة، فده كان تطوير آخر. الكلام ده برضه احنا بنتكلم في حاجة زي 20 سنة فاتوا. ابتدى التطوير الآخر بقى ازاي ندوب المية البيضة في مكانها من غير ما نعمل جرح أصلا، من غير ما نفتح فتحة كبيرة ونطلع العدسة كلها. ومن هنا نشأت بداية بقى التكنولوجيا الحديثة بتاعت شيل المايه البيضاء بدون فتحات جراحية، من غير ما افتح جرح واضطر ابقى مخيطه وغرز والى اخره. التطوير تدريجي وعلى مدار بقى ديكيدز، بنتكلم على مدار يعني 10 20 سنة، لحد ما وصلنا لعملية المايه البيضاء الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي تقريبا بتاخد 5 لـ7 دقايق في اغلب الحالات، مع تطوير كبير في خطواتها. الفكرة الأساسية بتاعتها ان احنا بندوب بنفتت المايه البيضاء ونشفطها وهي في مكانها من خلال فتحه صغيره جدا بالظبط 2 مللي لا ترى بالعين المجرده، ومجرد ما نخلص العمليه احنا حتى ما بنشوفش المكان اللي احنا عاملين منه العمليه اصلا، وبنشفط المايه البيضاء دهيت. وبقينا نقدر كمان نعمل اجراءات بقى اكثر تقنيه في تلميع عدسه العين، تلميع الكبسول بتاع العدسه، وكمان التقدم اللي حصل التاني في زرع العدسات، وده يمكن نقطه مهمه جدا هنتكلم عليها لوحدها دلوقتي، بس خلينا نشوف العمليه وخلينا نتفرج عليها لايف من جوه اوضه العمليات واحنا بنشغلين العمليه، وبنعمل عمليه بنج موضعي والعين صاحي وفايق، والحكايه كلها بتاخد 5 دقايق، فمش محتاجه بنج عمومي او مش محتاجه بنج اكتر من كده يعني، وبنخلص العمليه بمنتهى البساطه. وبعدين تعالى نتكلم بقى على المميزات اللي حصلت في العمليه. هنروح ندخل بكاميراتنا جوه اوضه العمليات، هنقف جنبك هنشوف العمليه دايركت زي ما هي حصلت من غير المونتاج، هي بالظبط 7 دقايق والراجل تخلص من الميه البيضاء. تعالوا نروح نشوف دكتور محمد حامد كيف كانت هذه الدقائق، ممتعه الحقيقه علميا. تعالوا نشوف بعض. العمليه تحت مخدر موضعي زي ما شايفين كده، دي الأجهزة اللي احنا بنشتغل بيها. الأجهزة دي الحقيقة يعني أحدث أجهزة حاليا لشيل المية البيضاء بالتقنية اللي احنا بنحكي عليها، اللي هي نوع من الطاقة الهدف منه ان هو يفتت المية البيضاء في مكانها من غير ما نحتاج نعمل فتحات عشان إزالة المية البيضاء. وزي ما هنشوف دلوقتي نوع العدسة اللي بنزرعها بنحقنها من خلال انجكتور، يعني بتخش من خلال حاجه بتتحقن وهي نفسها بتفرد نفسها جوه العين وتاخد الوضع الطبيعي والشكل الطبيعي بتاعها في نفس المكان اللي احنا عايزين نحط فيه العدسه. استاذ سامي بنعمل له عمليه الميه البيضاء بالطريقه اللي احنا بنحكي عليها. واحنا لسه عاملين له العين الاولانيه يوم الاربع، والنهارده السبت بنعمل له العين الثانيه، لان العين الاولانيه ما بتاخدش فتره نقاهه محتاجه وقت طويل عشان نعمل العين الثانيه. هو في نفس اليوم بيروح يشيل الغيار على طول من على عينه ويقدر يمارس نشاطه من نفس اليوم، وتاني يوم بينزل يشوف مصالحه ما بيتعطلش عن حاجه خالص. مش كده يا استاذ سامي؟ احنا بنفصل المية البيضة من الكبسولة اللي جوه العدسة علشان نسهل تفتيتها في مكانها بأقل قدر من الطاقة، وعشان العملية نفسها ما تاخدش وقت خالص. ما
ده البروب او السن اللي احنا بنفتت بيه الميه، وهو سن رفيع قوي دقيق قوي، بنخش من خلال فتحه صغيره قوي بالظبط 2 مللي. دي عمليه التفتيت زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده المية اتفتتت كلها واتشفطت، واللي فاضل ان احنا نعمل عملية تنظيف بسيطة ونزرع العدسة. مقصود ايه بكلمة تنظيف؟ ان بواقي المية البيضة البسيطة ننظفها بالكامل، بحيث ان ما يتفضلش اي بواقي ممكن فيما بعد تتكاثر وتسبب عتامة، اللي هي زمان كنا بنقول المية البيضة بترجع تاني. العتامات اللي هي بواقي المية البيضة اللي كان زمان يبقى فيه صعوبة انها تتشال بالكامل، دلوقتي بنشيلها بالكامل ونقدر نلمعها كويس، اللي هي اللي بنسميه البوليشنج اللي احنا بنعمله ده. التلميع ده من خلال طبعا الميكروسكوبات المتطورة دلوقتي اللي بتخلينا نقدر نشوف حتى الخلايا، يعني الخلايا اللي جوه عدسة العين اللي هي ممكن تتكسر فيما بعد وتعمل مية البيضة تاني أو تعمل العتامة، بنقدر ننظفها بالكامل. دلوقتي بنستعد لعملية زرع العدسة، والعدسة بنزرعها دلوقتي من خلال نفس الفتحة الصغيرة دي زي ما احنا شايفين كده. هي العدسة بتخش من خلال اللي بنسميه الانجكتور ده، محقن زي الحقنة بالظبط، بنخش بيها ومن خلال نفس الفتحة الصغيرة دي هي العدسة نفسها بتدخل وتفرد نفسها جوه في مكانها الطبيعي. احنا بنساعد انها تفرد بسرعة، ندخلها في مكانها وهي نفسها بتاخد وقتها وبتفرد في نفس مكان العدسة اللي اتشالت. وبعد كده نخش نكمل تنظيف مكان المية. العملية بتاخد في حدود 5 دقايق لـ7 دقايق تقريبا. والمريض أول ما بيروح بيشيل الغطاء من على عينه ويقدر يمارس حياته في نفس اليوم طبيعي. الحمد لله على السلامة يا أستاذ سامي، كل حاجة تمام ما شاء الله على عمليتك. غطى على عينك لحد ما تروح، وزي العين الأولانية تشيل الغطا وتحط قطراتك على طول 6 مرات في اليوم وعينك مكشوفة. من بكرة تتوضى تستحمى تخرج تصلي زي ما انت عايز، مفيش موانع ولا قيود. عملية ولا أبسط ولا أجمل. التكنولوجيا، المهارة، التدريب مهم طبعا بلا شك. طبعا هي عمليات ذات مهارة فائقة، يعني احنا يعني مش بتتعمل كده، يعني مش مطلوب من كل الدكاترة تعملها بنفس المستوى في نفس الوقت. بس طبعا المفروض ان اللي بيعمل العملية يكون هو اصلا متدرب كويس وعنده المهارات الكافية ان هو يعملها بالمستوى ده، يعني المفروض انها تعمل بالمستوى ده. ستاندر. في سؤال كلاسيكي قوي، ده سؤال في الثقافة المصرية، هل تعود المياه البيضاء بعد ازالتها مرة اخرى؟ ده في دماغ الناس. يمكن احنا قلنا او اشرنا للحكاية ديت في العملية، ان في نسبة من الحالات بعد ما نشيل المياه البيضاء الكبسولة اللي ورا العدسة بعد وقت تعتم شويه، يقوم المريض يشتكي ان الرؤيه ما بقتش زي الاول، غبشت شويه. فكان الترم القديم او الاعتقاد يعني القديم المايه رجعت تاني. هي ما بترجعش تاني، بس هي الكبسوله اللي ورا العدسه دي عتمت شويه، فبقت محتاجه حاجه اسمها مسح بالليزر. ما بتبقاش عمليه بقى خالص، يعني هي جهاز الليزر نوع مخصوص من الليزر بيعمل مسح للعدسه، بتتعمل وانس فور ايفر.
حتى دلوقتي كمان النسبه دي قلت تماما مع التكنيك اللي احنا عملناه اللي هو اللي احنا ورينا ده اللي اسمه بولشنج، ان احنا بنقعد نلمع في الكبسوله ديت ونشيل كل الخلايا الملتصقه بيها بحيث ان نسبه العتمه للكبسوله ديت تقريبا تبقى تو ذا مينيمم. وعايز اقول لك بدون مبالغه ان احنا تقريبا في عملياتنا مع التكنيك ده الحمد لله ما بقيناش تقريبا بنحتاج حكايه مسح العدسه ديت الا نادرا يعني. الحقيقه اسعدني جدا الحوار معك واسعدني جدا ان انت نورتنا اولا في الناس الحلوه. شكرا دعوه يعني لبيت اخيرا، لكن كالعاده يعني قدومك لنا إضافة هائلة لنا، إضافة كبيرة للثقافة، وانت قدمت كتير يعني الحقيقة في الثقافة الطبية المصرية الخاصة بالعيون اللي كانت يعني مش واخدة حقها رغم انتشار أمراض العيون، رغم تقدم المذهل جدا لأطباء العيون المصريين. احنا عندنا احنا بالتالي في طب العيون يعتبر مفيش منافس لنا في المنطقة العربية، يعني احنا المنطقة دي احنا رواد في مناطق كده زي العيون المخ والاعصاب بالظبط، محدش يعني التجميل يعني في منافسين، الاسنان في منافسين، لكن دول في برانشات لا احنا بنقعد بالظبط ونقول لهم لا تعالوا نوريكم احنا يعني هم حتى مؤمنين بكده. ف لكن انا متشكر قوي لتشريفك النهارده واسم يعني كبير في عالم العيون على المستوى الاقليمي على المستوى العالمي يعني ببقى سعيد جدا لما بنقرا في المجلات العلميه المشاركات وكل المؤتمرات بيبقى سفير رائع جدا طبعا ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد حامد استاذ جراحات العيون بكليه الطب وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وطبعا مؤسسه مراكز محمد حامد كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا في الناس الحلوه. خليكم دايما دايما مع العيون وخليكم فاهمين العيون صح وخليكم مع الناس الحلوه. تخزين البضائع ورفعها ونقل الحاجة من مكان إلى مكان ده لقوا إنه له أكثر الضرر اللي ممكن يؤدي إلى مشاكل في الظهر. كل مريض مهم عندنا، يبقى كل عملية أنا بعملها هستخدم فيها الجراحة الملاحية لأن ده أفضل للمريض بكل ما تعني كلمة أفضل. من المضاعفات اللي مكتوبة وبتحصل في الجراحات العادية إن الجراح يدخل يعمل عملية على غضروف ما بين الرابعة والخامسة يعمل الثالثة والرابعة، وبنشوف الكلام ده على فكرة. الدكتور يسري الحميلي أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصة. اهلا بكم، ظهرنا مش في امان يا جماعه، حاجات كتير بنعملها بتضر بالظهر، النبي خلي بالكم. في حاجات في اليوم في اثناء اليوم احنا بنعملها بتدمر الظهر، بتبوظه خالص، لو عملناها غلط طبعا وهي طبيعتها كمان غلط، يعني مثلا من ضمن الحاجات استخدامات الموبايل. اي استخدام للموبايل والتابلت والكمبيوتر ليه؟ لانه فيهم دايما بص لتحت. ما هو ما فيش حد بيستخدم الموبايل كده. كله بيبص كده. بص كده بص يعني والتابلت نفس الكلام ومش عارف ايه. فالموبايل عموما بيأثر على فقرات الرقبة طبعا تحديدا اكتر، والظهر يعني لو بقى حد بيبص بطريقة اكروباتية بقى على اللابتوب والحاجات دي. حاجة تانية تخيلوا بقى غسيل الاطباق لستات البيوت وغسيل اسنان، لانه اي حاجة فيهم برضو ميل للقدام. انا دايما في غسيل الاطباق الست بتميل لقدام عشان تغسل الطبق في الحوض، لازم تميل سنه، فده لقوا مضر جدا للظهر وبيؤثر على الفقرات الظهر لو ست عندها الاستعداد. برضو تخزين البضائع ورفعها ونقل الحاجه من مكان الى مكان ده لقوا انه له اكثر الضرر اللي ممكن يؤدي الى مشاكل في الظهر. الحاجه بقى الخطيره جدا وديت كل اللي احنا بنقوله ده على فكره حاجات لا يمكن تفاديها، مفيش حد مش هيغسل الصحون، مفيش حد مش هيستخدم الموبايل، اللي جايه دي برضه محدش يقدر يتفاداها. وضع الطفل شيله كده ووضعه في مقعد السياره. بتشيل ابنك او بنتك وتحطهم في الكرسي بتاع العربيه وتربط عليهم الحزام، وانت بتشيلهم وبتحطهم لازم نتيجه دخولك للسياره، ولان هم لازم يتحطوا في مستوى اقل من طولك، انت بتوطي وتتني نفسك وشايل حاجة، ده يضر ظهرك جدا جدا، فده برضه لازم ناخد بالنا منه ما نكرروش كتير
ونشوف له بدائل. حاجة الأخيرة بقى غسيل النوافذ، برضو لقوا أنه التواء، لأنك أنت في أثناء غسل النوافذ الشبابيك بتعمل حاجتين في منتهى الخطورة. أولا بتعمل التواء للعمود الفقري، ثانيا بتستخدم ناحية واحدة من الجسم، مفيش حد بيغسل بإيدين الاتنين كده، بتستخدم ناحية. فلقوا أن ده في منتهى التأثير، مش هنقول خطورة، بس بيأثر على الديسك والعمود الفقري وعضلاته والغضاريف الموجودة فيه. خلي بالكم من الكام حاجة دول، يعني أنا دايما قلت لكم كل ده انفيتابل لازم هتعمله. ومين اللي مش يغسل سنانه، ولا مش هتغسل صحونها، ولا مش هتحط عيلة في أي حاجة، ما بتشيله مش لازم في العربية، تحطه في السرير بتاعه وتشيله في السرير بتاعه، كل ده هيأثر على الظهر. ما تخليش مع عوامل تانية، إذا كانت الحاجات دي أنت بتعملها غصب عنك لازم، فما تخليش حاجات تانية تدخل على ظهرك تبوظه من غير لازم. شيلش بقى حديد، ما تبقاش أنت بقى متهورة وتشيلي كرسي الأنتريه اللي قد كده، ما تتهوريش لوحدك وتشيلي تابلو مش عارف وزنه عامل إزاي عشان تشيليه من حتة لحتة، ما تتهوريش لوحدك وتشيلي أنبوبة البوتاجاز عشان تغيريها بنفسك أو تشيلها أنت بنفسك برضو وأنت مش قادر. كل ده تهورات يعقبها ندم شديد جدا. النهاردة حوار عن واحدة من أدق الجراحات وأساليب الجراحية في عالم جراحة العمود الفقري وعالم جراحات عموما المخ والأعصاب مع ضيفي العزيز أستاذنا الأستاذ دكتور يسري الحميلي. أهلا بك يا دكتور يسري. أهلا دكتور. حاجات كتيرة الواحد بيعملها والله بتضر ظهره. حكاية غسيل الأطباق دي خوفتني أوي. أنا ما بغسلش الأطباق يا باشا، بس يعني غلابة الستات. هو الحقيقة كل الحاجات اللي قلتها صحيحة، لكن كل ده يجبه أو يصحح منه حاجتين اتنين. إن الإنسان يبقى عنده ثقافة الجسم الرياضي أو الاهتمام باللياقة البدنية. مش لازم نبقى رياضيين، بس واخدين بالنا من اللياقة البدنية بتاعتنا. واللياقة البدنية بتاعتنا بتتطلب إن احنا نعمل تمارين ورياضة ومجهود شوية في الرياضة، وحفاظا على أنفسنا في موضوع الأكل. الحاجتين دول لازم عيننا تبقى عليهم. مش هقول بالورقة والقلم، ولكن على الأقل احنا في بالنا الكلام ده، زي ما برضو يبقى في بالنا واحنا بنستخدم التابلت والموبايل واحنا بنغسل الأطباق واحنا بنعمل أي حاجة، إن وضعنا يبقى صحيح إلى حد ما. مش لازم في كل مرة نعمل فيهم غسيل الأسنان هنوطي، ولكن عايز أقول إن لو احنا في بالنا مش هنكسر من عملية إن احنا نوطي. مش هيبقى طول النهار بنوطي واحنا بنعمل كل حاجة، هنبقى واخدين بالنا. ست البيت ممكن تاخد بالها المرة دي هتوطي لمدة 3-4 دقايق، هيتخللها عمل تاني وبعدين ترجع تاني، ما يبقاش الموضوع مستمر. هي المشكلة في ان احنا نعمل العمل ده يعني بمدة طويلة، لكن ممكن نعمله مدة قصيرة ونعمل حاجة تانية ونرجع نكمل تاني، يعني فترات متقطعة. والاهتمام باللياقة البدنية عظيم. في ترم او لفظ طبي مهم جدا اسمه الجراحة الملاحية. ما هي الجراحة الملاحية؟ هل ترى انه المريض العربي بدأ يستوعب هذا الترم هذا المعنى، ولا لسه برضو الثقافة ما جابتش لسه معنى ودور الجراحة الملاحية؟ هو الاستيعاب يأتي من ان هو يبقى الأطباء اولا مستوعبين الموقف وعارفين، والمستشفيات تبقى مجهزة بهذه التكنولوجي. هو الجراحة الملاحية باختصار شديد عبارة عن إيه؟ زي ما العربيات الحديثة كلها نازل فيها حاجة اسمها نافيجيتور، أو اللي هو اللي بيوريك خريطة البلد، وزي ما النافيجيتورز دي متصلة بالأقمار الصناعية بحيث تديك إحداثيات المكان والمرور والازدحام، نفس القصة في العملية الجراحية. لما بندخل في مكان حساس جدا زي العمود الفقري أو المخ، إحنا هنا بنعمل عملية انزلاق غضروفي. لما هدخل بالجراحة التقليدية هبقى محتاج إن أنا أشيل العظم اللي قدامي بتاع العمود الفقري عشان أشوف الغضروف، وهزحزح الحبل الشوكي، وبالتالي هعمل حاجات قد تضر بالمريض، في الغالب بتضر بالمريض. لكن لما هستخدم الجراحة الملاحية هتديني الإحداثيات عن الأماكن المجهولة دي، بحيث أدخل من الفتحات الطبيعية اللي ما بين الفقرات وبعضها دون أن أستأصل أي عظم. وهنا هقدر أستخدم آلات محدودة التدخل زي المنظار،
فبالتالي هعمل عملية كبيرة جدا زي اللي احنا شايفينها على الشاشة، وهي استئصال انزلاق غضروفي بالمنظار من فتحة او ثقب صغير جدا. ما بقتش محتاج بقى ان انا اشيل عظم، ما بقتش محتاج ان انا اوسع او افتح في العضلات، ما بقتش محتاج ان انا البس المريض ده حزام بعد العملية. وبالتالي بالظبط زي لما يبقى انا عندي نافيجيتور في العربية بتاعتي وانا عارف الاماكن، مدينة نصر كوبري 6 اكتوبر مقفول فهاخد من تحت الكوبري، لا ده في حادثة على المحور فبالتالي بلاش اخد المحور ده، هاخد الدائري، هاخد طريق تاني. لما يبقى النافيجيتور اللي عندي ده في العربية بيديني كمان احداثيات المرور ده في الوقت الحالي، لا ده في المكان الفلاني حادثة، بلاش تاخد الطريق ده، هتاخد طريق بديل. طب اقرب طريق للمكان اللي انت رايح له قد ايه، وهتستغرق وقت قد ايه، تقدر تظبط مواعيدك، تقدر تعمل كل حاجه. وبالتالي انا النهارده بقدر احدد في عمليه الانزلاق الغضروفي هاخد بنج قد ايه، مده الوقت اللي هشتغل فيه العمليه. ما بقاش بقى الموضوع زي زمان ان الدكتور بيجي يدي البنج والبنج ده مدته ساعتين وبعد ساعتين هيحتاج يدي، ما فيش الكلام ده. ده انا ممكن اظبط البنج بتاعي 10 دقائق، نص ساعه، تلت ساعه، على وقت الجراح اللي هعمل فيه العمليه بتاعتي. عندي سؤالين، هل كل عيان عنده مشاكل في العمود الفقري مثلا يمكن ان يخضع للجراحه الملاحيه ام انها جراحه لها محدوديه في الاختيار؟ ثم هل لانها جراحه تعتمد على تكنولوجيا عاليه جدا هناك تقدم كل فتره في هذه التكنولوجيا، بحيث ان احنا نقول كمان انه اللي عنده هذه التكنولوجيا ينبغي ان يكون زي ما بيقولوا مبذرا، فكل شويه هستخدم الاب تو ديت من التكنولوجيا؟ ده برضه بين قوسين حمل على الاقتصادي، ومطلوب بقى هنا ان انا لازم اواكب، والا هبقى بتكلم على سوفت وير فيرجن مختلف وقديم. دي نقطه انا عايز افهمها. حاجتين، الحقيقه هو مين اللي هتعمل له العمليه بالجراحه الملاحيه ومين اللي مش هتعمل له. لو انت عندك عربيتين، عربيه فيها نافيجيتور وانت رايح مشوار مهم وكل عملياتنا مهمة ومحتاج تنجز بسرعة وما يبقاش فيه اي مشاكل، يبقى هتاخد العربية اللي فيها نافيجيتور وهتستخدم الوسيلة دي ولا مش هتستخدمها؟ انت مسافر رايح تحج، هتحج على الجمل زي جدودك ما كانوا بيعملوا، ولا هتركب الباخرة، ولا هتركب طيارة، ولا هتروح بعربيتك؟ هنا بقى عندي امكانات، يبقى هعمل هسافر بالطيارة طبعا، مفيش كلام. بالتالي الجراحة الملاحية بالنسبة لنا هي مهمة في كل عملية، لأن كل مريض مهم عندنا. يبقى كل عملية أنا بعملها هستخدم فيها الجراحة الملاحية لأن ده أفضل للمريض بكل ما تعني كلمة أفضل. طيب هل زي ما تفضلت في السؤال التاني، التكنولوجيا بحتاج ان انا اطور؟ طبعا بحتاج ان انا اطور، وعشان كده عملياتنا ما بتبقاش رخيصه، وللاسف انا بقول الكلام ده، لكن انت مضطر لانك انت بتعمل حاجه بتفيد المريض. ما انا النهارده لما اعمل للمريض ده العمليه وبعد مش هنقول بعد اسبوع، لان معظم عياننا بينزل يتحرك ويركب عربيته ويسوق عربيته هيرجع شغله بعد 10 ايام، بعد اسبوعين، انا وفرت للمريض ده لاني ما عدتوش 3 شهور اجازه، وفرت له كتير قوي. واهم من وفرت له ان انا رجعته بشكل طبيعي يمارس حياته تماما. يبقى اللي دفعه الجزء البسيط اللي زاد عليه في تكاليف العمليه هيغطيه في اكثر من شيء، واهم حاجه انه هيطلع في حاله صحيه ممتازه تسمح له انه يعمل كل حاجه. هيبقى بعمل تثبيت فقرات للمريض، ومع ذلك المريض ده بيوطي ويصلي وممكن يلعب كورة، ممكن يلعب أي رياضة هو عايزها. بالتالي يبقى أنا رجعت المريض بعد مشكلة انزلاق غضروفي أو بعد مشكلة تزحزح فقرات أو حتى بعد كسر في الفقرات إلى وضع طبيعي جدا. ناهيك بقى عن المرضى اللي بيجونا عنده شلل، عنده مشاكل فظيعة جدا، وأنت بترجعه إلى وضع طبيعي، يبقى الموضوع يستحق. عندنا حالة من حالات ضيفي العزيز أستاذنا الأستاذ دكتور ياسر الحميلي، الحالة دي سجلناها وشفنا نقل لخبرة مريض من العراق،
وده اسعدني جدا انه يعني مريض ملا. انتوا عارفين اللغه العراقيه صعبه مع اللغه المصريه، فكون ان هم يتفرجوا علينا ويتابعونا، وهو قال ان احنا تابعناكم من خلال القاهره والناس، فده شيء اسعدنا جدا جدا. ده اسعدني انا. اللي اسعدني جدا انه حلق من الحالات الصعبه، رجل كان متقدما في السن، كبير مش صغير، بيستخدم العكازين بيمشي عليهم وبيحكي قصه. تعالوا نسمعها لان قصه مهمة جدا جدا، ثم نعود لحوارنا عن الجراحة الملاحية. تعالوا نسمع مع بعض. قبل العملية سويت عملية، جريت عملية في محافظة الأنبار فقرات، فبعدها بديت أمشي على العكاكيت. هاي 9 سنوات أعاني من عدها. أراجع الأطباء بكثرة موجودين ببغداد بغير مكانات، ناس تقول لي هاي دعامات، وناس تقول لي براقي، وناس تقول لي قفايص، وناس تقول لي ما ادري. يعني اتعبوني جدا، اتعبوني. كثرة العلاجات دمرتني بحيث اصبحت عندي حالة نفسية لا تطاق. ما اركز بيها، ما يعني حالتي النفسية تعبت، حالتي الصحية تعبت. يا الله. ما شاء الله. كان في قبل العملية استخدم هذا. خليف. شوف هاي الخطوة. الخطوة ما أمشي. شوف هاي الخطوة ما أمشي. ما شاء الله. كذي جلت هاي الحركة ما عندي. ما أقدر على العكاكيس. لأنك كدي عمل عملية؟ 9 سنوات. والعملية الثانية؟ مع الريسري؟ مع مالكم البارحة. ما شاء الله. 48 ساعة. يعني أقل من 48 ساعة. 24 ساعة تقريبا. استني. لأن اطلعت على البرنامج بتاعتي. شفت التشخيص ماله تشخيص كويس. وعمل عمل دقيق، يعني عمل صحيح ناجح. اي مو اعتباطي ولا عفوي. ده يشخص حالة المريض تشخيص جيد. انا من خلال سمعي لها عرضوا علي انا اروح لتركيا، عرضوا علي اروح للهند، عرضوا اروح علي لايران. الحقيقة اسعدني جدا حوار طبعا ضيفنا وضيف مصر العزيز، لانه احنا في النهايه بنسعد جدا بالسياحه العلاجيه، بنسعد جدا ب انا عايز اقول حاجه مهمه جدا للاخوه العرب اللي بيسافروا الهند وبيروحوا تايلاند، تركيا بيروحوا الهند وتايلاند. على فكره احنا متقدمين جدا عن هذه البلاد، متقدمين بما لا يدع مجال للشك. في مجال جراحه المخ والاعصاب بقول لكل الاخوه العرب، احنا عندنا احدث ما وصل اليه علم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وعندنا تحديدا في نيوروسباين أحدث الأجهزة. كأنك سافرت ألمانيا، فليه بتروح دول يعني هي أقل مننا في المستوى، وعندك حاجز لغوي، وعندك وعندك وعندك. أنت بتتمتع في مصر باستضافة عالية جدا، بإخوة بيقابلوك، ما بتلاقيش حاجز لغة، ما بتلاقيش صعوبات، ما بتلاقيش مشاكل، وبتلاقي أحدث التقنيات. وده مش الفيديو ده بس على فكرة، اللي هيدخل على صفحة نيوروسباين على الفيسبوك هيلاقي أمثلة كثيرة جدا للإخوة العرب والمصريين كذلك، اللي هتحفزهم إن هم من فضلكم بطلوا تروحوا الهند وتروحوا تايلاند، إحنا عندنا اللي أحسن من ده بكتير جدا جدا. وما تروحوش تركيا طبعا. ده حقيقي. احنا عندنا جراحين المخ والاعصاب ما شاء الله عاليين جدا، وانت واحد منهم طبعا، لكن في كم جراحين مخ واعصاب كبير في موجود في مصر رائع للغايه. لكن خلينا نترجم ما قاله شيخنا الجليل، الراجل الجميل العراقي. ربنا طبعا يرفع شأن العراق ويكفيها شر الدخلاء ويكفيها شر الفتنه. خلينا نروح للكلام اللي هو قاله. هو اجرى قبل كده عمليه جراحيه، حضرتك ما تلخص لنا الهيستوري بتاعه. هو كان اجرى عمليه من 9 سنين، ومن 9 سنين ما بيقدرش يمشي، بيمشي على عكازين بالعافيه عشان يدخل حمام او وكان عنده شلل في رجليه الاثنين، سقوط تام في القدمين، وما بيقدرش حتى بيستخدم العكاكيز مع دعم من احد اقاربه، وكان عنده ضعف كمان في حركه الايد، بتتهز
انا عملت له عمليتين، عمليه انزلاق غضروفي عنقي وعمليه انزلاق غضروفي قطني مرتجع، وكان عنده التصاقات حوالين الحبل الشوكي، عملت له ازاله للالتصاقات وتوسيع للقناه العصبيه وازاله للغضروف المرتجع. وعايز اقول ان على فكره من اكثر العمليات اللي بيبقى فيها تحدي العمليات المرتجعه. عمليات المرتجعه بيبقى فيها في كل انواع الطب على فكره، وبنشوف فيها كتير بقى، بشوف فيها العجب. يعني ممكن جدا كان عندي مريضه ايطاليه عملت لها العمليه، وهي كانت عامله العمليه في ايطاليا ست شهور قبل انا ما اعملها، وست شهور تعبانه ما فيش اي تحسن، فخلاص خلاص اقرت بقى ان ايطاليا مش هتبقى، ما عملت لهاش اللي هي عايزاه برغم انها بلدها. فلما جت مصر وانا شفت الاشعه طلع ان الغضروف موجود، ودخلت فعلا ولقيت الغضروف كما هو، لم يمس، والجراح اللي عمل توسيع وساب الانزلاق الغضروفي. عايز اقول ان مصر يا جماعه من اعظم الدول، والاطباء المصريين من اكفأ اطباء العالم، واحنا عندنا الامثله كثيره جدا. ادخل اي مستشفى متقدمه في امريكا، في المانيا، في 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 في, في, في انجلترا، هتجد طبيب مصري وراء هذا النجاح وهذا التقدم. احنا النهارده احضرنا كل التكنولوجي اللي موجود في المانيا، نيوروسباين فيها كل الاجهزه، اجهزه الرنين المغناطيسي، الاشعه المقطعيه، اجهزه الجراحه الملاحيه، اجهزه الميكروسكوبات، المناظير، كل ما هو موجود في غرفه العمليات بالمانيا موجود لدينا، والحمد لله رب العالمين. نتائجنا بتتحدث عننا، ونتائجنا في المؤتمرات والمحافل العلميه، ومن فضل الله علي ان انا كنت من اوائل الجراحين اللي استخدموا الجراحه الملاحيه وعملوا بيها نتائج مذهلة في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. إزاي ندمج ما بين المناظير وقدراتها ومهاراتها وإلى آخره، مناظير مينيمال انفيزيف والجراحة الملاحية نفسها؟ الناس على فكرة عندها خلط بين المناظير والجراحة الملاحية. الجراحة الملاحية دي كأني أنا بستخدم كاميرا، الكاميرا دي بتصور بدقة متناهية وبتحط لي الصورة الحقيقية الواقعية اللي أنا شغال بيها، صورة العملية على الأشعة بتاعت المريض، فعملت لي دمج ما بين الواقع اللي المريض بيعاني منه كتشخيص بالرنين والواقع اللي أنا بشتغل بيه، وبالتالي بقدر من خلال إحداثيات ثلاثية الأبعاد أعرف أنا داخل فين وبدخل قد إيه وهشيل إيه. وده مهم جدا على فكرة، وبيوفر وقت كتير جدا عن استخدام كمان ان انا استخدم الاشعة المقطعية او الرنين المغناطيسي داخل غرفة العمليات، لان عشان استخدم الاشعة المغناطيسية او الاشعة المقطعية داخل غرفة العمليات انا باخد وقت طويل جدا في التصوير والبريك، وده بيؤثر، ممكن يؤثر سلبا على حياة المريض. لكن انا النهاردة في الجراحات محدودة التدخل بعتمد على الجراحة الملاحية، لانها بتدمج لي احداثيات الاشعه مع الواقع اللي انا بعمله. يعني هنا انزلاق غضروفي ضغط على الحبل الشوكي العصبي، ولما بدخل بالجراحه الملاحيه، الجراحه الملاحيه بتديني شلت قد ايه من الغضروف وباقي قد ايه، ووصلت لمرحله اكتمال العمليه الجراحيه بما لا يدع مجال للشك، وفي وقت قصير جدا. يعني وانا كل حاجه انا بدخل اعملها بتتصور لي مدمجه على الاشعه، فبالتالي أنا قدرت أعرف أنا وصلت لفين، وما احتجتش إن أنا أفتح بقى فتحة كبيرة عشان أشوف بعناية. فدايما يجوا المرضى يقول أنا رحت الجراح ما بيشتغلش بالجراحة الملاحية، ما بيشتغلش بالميكروسكوب، ما بيشتغلش بالمناظير، وقال لي لا 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 ده في خطر، أصله ممكن ما يشوفش. إزاي ممكن ما يشوفش؟ ده أنا بشوف بعيني وما هو أبعد من عيني، يعني معايا أسس وأساليب أخرى بتوريني اللي مش ممكن أشوفه بعيني إلا لو أنا شلت حاجة مهمة من جسم المريض، وبالتالي مش محتاج بقى أشيل دي. ما أنا هقدر النهاردة باستخدام التقنيات الذكية دي، النهاردة في طيارة بدون طيار، يمكن بتشوفها في الماتشات كمان، إن في مصور بيبقى بيصور بكاميرات الكاميرا الطيارة دي بالظبط، بيوجهوها بريموت كنترول بالظبط. كل هذه التقنيات بتخدمنا في المجال الجراحي علشان ايه؟ حاجتين اتنين، اولا النقاط المظلمة اللي ما كانتش ولا عمرها هتبان للجراح العادي هتبان لي انا باستخدام التقنيات دي بشكل كبير جدا. الحاجة التانية، انا مش محتاج زي الجراح العادي بقى
افتح بقى فتحه قد دراعي وادخل واعمل، مفيش الكلام ده خلاص. وبالتالي المريض بتاعي هيبقى مريض متميز، هيعمل عمليه الانزلاق تعافي بسرعه، العضلات مفيش مقطع فيها، ما دخلتش في التشريح، ما عطلتش في العضل بالظبط. عارف بقى احنا مرضانا ايه الايام دي؟ المرضى بتوعي كلهم تجد جاي ما بيشتكيش بقى الشكاوات القديمه دي، نسيناها خلاص، ان مش قادر اتحرك، مش قادر اوطي، ولا الكلام ده بنشوفه. اصلا انا عندي لما عملت مجهود ونزلت بعد العمليه باسبوعين وركبت العربيه ورحت مشوار بعيد، خدت ساعتين ونص في الطريق، رجعت بس كان عندي شويه الم في ظهري كده، في تنميل وطماع بقى انت عارف. لا مش لا يعني احنا وصلنا رفاهيه الى حد كبير جدا، وصلنا الى حد انا بسميه ده معدل الرفاهيه، وده اللي يستحقه مرضانا الحقيقه. هل في صراع ما بين التكنولوجيا ومهاره الطبيب اطلاقا؟ يعني باللغه الاخرى في تنافس. بعض الناس يعني بعض الناس تضع لا ده انا بعمل من غير كل دوت، مش محتاج، انا مهارتي ده، انا ايدي احسن. في ناس على فكره الخبره بتديها نوع من الثقه الزائده. هي مش خبره، انا عايز اقول ان دي عجرفه. لان انا اللي اخترع لي المنظار كان بروفيسور عمل العمليه دي، وخواجه هو الانوفيتور او المستحدث للعمليات دي. يعني كل اساتذتنا العظام اللي عملوا لنا العمليات الجديده والحديثه، هو اخترع عمليه بالطرق التقليديه ثم طور فيها الى انه استخدمها او عملها بالمنظار واديها لي جاهزه. يبقى انا النهارده لما يبقى عندي المقدره ان انا اجيب طياره ميراج هعتمد على الميج اللي هي القديم، مش هقدر. عايز اقول لحضرتك ان الدنيا بتتغير، والتقدم العلمي ده بيحتاج خبرة كبيرة جدا. يعني الجراح الذي يستطيع أن يستخدم المنظار والميكروسكوب الجراحي والجراحة الملاحية هو جراح سوبر من الدرجة الأولى. ودايما بدي المثال ده وما بزهقش إن أقوله، لو عندك واحد طيار هيقدر يسوق طيارة، هيقدر يسوق عربية، هيقدر يسوق موتوسيكل، هيقدر يركب عجلة، هيقدر يمشي على رجليه، وهيقدر يركب حمار. لكن هات لي بقى واحد بيركب حمار هيعرف يسوق طيارة ولا يسوق مفيش. يبقى ما نقولش ما لقوش في الورد عيب قالوا له يا أحمر الخدين زي ما بيقولوا. الجراح اللي بيستخدم تقنيات المنظار الميكروسكوب الجراحي الجراحة الملاحية هو جراح عالي الخبرة، عالي الدقة، موهوب جدا جدا، عشان يقدر يطوع هذه الوسائل ويعمل بها عملية جراحية ناجحة. لابد أن يكون قد أتقن الجراحة التقليدية ده، أتقنها ومن زمان، حس إنها ما بترضيش طموحه وطموح مرضاه، فبيطور وبيحدل وبيجيب الأفضل والأحسن. طب سؤال يعني خبيث شوية، سؤال إعلامي يعني، هل هذا الكلام كله معناه أن الجراحة الملاحية جراحة بدون مضاعفات، ولا الجراحة بأقل قدر من المضاعفات؟ أقل قدر من المضاعفات. مفيش جراحة في الدنيا بدون مضاعفات، مفيش عمل بشري بدون مضاعفات، لان الكمال لله وحده. النهارده انت لو بتربط الجزمه مش هتربط الجزمه كل يوم زي التاني، وهيجي يوم وتغلط. شوف انت انا بدي مثل حاجه بسيطه جدا، ودايما احنا كعلم وعلماء، حتى احنا بنشوف ده في تقييم الرسائل العلميه، لما يبقى عندنا طالب بيقدم برساله او كده، بنقسم الامور الى امور اوبجكتيف وسبجكتيف. اوبجكتيف هو العمل الالي البحث اللي لا يدخل فيه الإنسان بأي شكل من الأشكال. السبجكتيف هو العمل الذي يدخل فيه الإنسان في أي مرحلة من مراحله. لما بتيجي تقيم التجربة العلمية وتقول دي اتعملت أوبجكتيف ولا سبجكتيف، الأوبجكتيف الأكيوريسي فيها أو الدقة فيها أعلى بكثير جدا من السبجكتيف، لأن فيه عامل بشري بيحصل منه إيرور. بس إذا كنا مضطرين أن كل العمليات الجراحية يدخل فيها العامل البشري، يبقى دخل العامل البشري، أدخل العامل البشري بنسبة 100% ولا دخل العامل البشري بنسبة 60% و40% للأوبجكتيف؟ يبقى أنا بعلي، كل ما حطيت أوبجكتيف، كل ما حطيت حاجات تبعدني عن عدم الدقة، كل ما كنت دقيق أكتر، لأن الرؤية ثلاثية الأبعاد غير رؤية العين المجردة، الرؤية والتصوير الدقيق غير الرؤية العادية بالعين. ماذا يغضبك
او يعني يحيط باشاعات خاصه بالجراحه الملحيه فعلا يخليك تسخر او تقول هذا كلام هراء؟ الحقيقه طبعا طول ما انت عايش بتشوف كتير، لكن احنا رسالتنا هي واحده، دايما اللي بيشتغل في النور ما بيخافش، دايما الانسان اللي بقى عنده رساله وهدف والهدف بتاعه هو أسمى من أي مكسب أو خسارة أو أي ماديات. هدفي ورسالتي الأولى والأخيرة هي إن أنا أعلم وأترك بصمة تبقى بعد ما أنا أموت موجودة ربنا ينفعني بيها. فأنا ما عنديش مشكلة في اللي بيقول، لكن أنا عندي الحمد لله رب العالمين كثير من المرضى بيقولوا وبيدعوا وبيشكروا، واللي فوق كل ده وأهم هو أن ربنا سبحانه وتعالى بيراقب العمل الجيد وبيضع له الحظ الأكبر من التوفيق في الدنيا والآخرة. والآية الكريمة بتقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهو إحنا يهمنا اللي ينفع الناس، ويهمنا إن اللي بالواحد بيقدمه دايما يبقى مثل يحتذى للأصغر منه. واللي بيبسطني وبيسعدني إن أنا بلاقي كتير بدأ يدخل في هذا المجال، بدأ يتعلم، بدأ يشوف، بدأ يحاول يبقى زينا، وده أكبر دليل على أن احنا الحمد لله رب العالمين ربنا ادانا الكثير من النجاح. الحمد لله. يبقى الجراحة الملاحية وتبقى هذه المنطقة تحتاج إلى كثير من الضوء الثقافي، يحتاج أن المريض يفهم ما معنى هذا النوع من الجراحات، ما معنى استخدام التكنولوجيا الخاصة بالرؤية والتتبع. التتبع لأن أنا أدخل لكي أستأصل الغضروف، لكن يحيط بي العديد من الأعضاء الهامة جدا، من أعصاب، من تكوينات عظمية، من عضلات، وأنا أريد أن أصل إلى هدفي، إلى عدوي، بدون أن أؤثر على من هم حوله. هذا بدقة، هذا بدقة، بدقة الجراحة. هذا الأمر الاختياري هو خاص بالجراحة، يعني يمكن صناع الحروب اختاروه أو مروج الحروب اختاروه في إبان الحروب كما كانت على العراق، عندما كانوا يقولون نحن نستطيع أن ندمر منطقة معينة دون سواها، وكان هذا هراء في الحرب. لكن في الطب ليس هذا هراء، هذا في الطب هدف نبيل مهم جدا، أصل إلى الديسك ولا أصل إلى العصب، أزيل الديسك ولا أؤثر على العظم. هل أنا مصيف في التعبير؟ طبيعي طبعا تماما، لأن أنت ما بتستخدمش وسيلة واحدة، أنت بيبقى عندك رؤية العين، عندك الميكروسكوب بالتكبير بتاعه، عندك الجراحة الملاحية بتديك إحداثات الدخول والخروج وكل لحظة أنت موجود فين، وعندك أجهزة استحساس العصب بتنبهك لو أنت قريب من العصب إن في هنا حاجة هتقرب من العصب، هتغير في كهربة العصب قبل ما تأثر على العصب تأثير سلبي يضره. فالنهاردة ما بقاش مسموح إن أنت تشوف في عملياتنا دي ميزد ليفل أو عملية معمولة كانت من المضاعفات اللي مكتوبة وبتحصل في الجراحات العادية، إن الجراح يدخل يعمل عملية على غضروف ما بين الرابعة والخامسة يعمل الثالثة والرابعة، وبنشوف الكلام ده على فكرة. وإن جراح يدخل يعمل تثبيت للفقرات والمسمار يدخل جوه قناة الحبل الشوكي أو جوه العصب. الناس ليه؟ لأن في بعض المرضى بيبقى عندهم التواء وعوجاج في العمود الفقري، فأنت هنا بقى عينيك وخبرتك مش كفايه، هم مهمين جدا، لكن مهم قوي قوي انك تدمج مع ده وسيله تقول لك لا انت هنا بعيد، انت هنا قريب، انت هنا جوه، انت في الهدف او لا. وده اللي بتحدثه الثوره العلميه وادماج اكثر من وسيله للحفاظ على المريض، لان المريض ده قيمه كبيره جدا، كل ما حافظت عليها كل ما ربنا حافظ عليك وكلل جهودك بالنجاح. بلا شك ما زالت خطوات كبيرة جدا في مجال التثقيف الإعلامي للجراحة الملاحية ووصولها إلى الجمهور المصري والعربي. ما زال الجمهور المصري والعربي يتخوف من الحلول الجراحية، وهذا حقه، ولكن فرق كبير بين التخوف والخوف المرضي، فرق كبير بين القلق المنطقي الطبيعي عند كل مريض، حتى لو كان طبيبا، حتى لو كان جراح مخ واعصاب، عندما يتعرض الى الجراحه هو نفسه هيكون الان بلا شك. ولكن فارق كبير بقى ان ينقلب القلق الى هاجس، والهاجس الى رعب او فوبيا مرضيه تبعدك عن الحلول الطبيه وتجعلك تدريجيا تسير اسيرا نحو المرض، فيصير المرض هو اسرك وهو المسيطر عليك
وهذا ما لا نرغبه أبدا. الثقافة هي الحل. ضيفي العزيز قدمت الكثير من الثقافة، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا نورتنا دكتور يوسف بيه. شكرا جدا. ضيفي العزيز أستاذنا الأستاذ دكتور يوسف حميدي كان كالعادة مبدعا في حوار دقيق كدقته في جراحاته، جراحات المخ والأعصاب حول الجراحة الملاحية. في الناس الحلوة، خليكم مع الناس الحلوة. ويليام بروفت قال في كتابه طب تقويم الأسنان المعاصر، قال مضمون مهم جدا أن المظهر له تأثير على الانطباع. الزراعة من أكتر أقسام طب الأسنان اللي استفادت من التكنولوجيا. خلينا مثلا نتفق أن وجود الأشعة ثلاثية أبعاد طفرة غير عادية في عالم التشخيص والزراعة، وعامة في عالم التشخيص وعلاج العصب وفي الزراعة وفي الجراحة. أنا يهمني الشكل اللي تحت ده شكله إيه؟ شكله معمول ولا شكله أسنان؟ يعني لو إحنا خبينا اللي فوق ده، خبينا إن دي الحلقة قبل، هل الناس هتتخيل إن الأسنان اللي تحت دي أسنان معمولة ولا أسنان طبيعية فيها التفاصيل الطبيعية؟ المواطن المصري، المواطن العربي بيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل، بتعمل لها بلان وخطة وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزة ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طول 18 سنة اللي فاتت؟ اغلى واعلى راس مال يبقى عندك هو الناس، هو الدكاترة. ده علم يقولوا دايما علينا في كل حته في العالم، احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي ترضي المريض هي الخطه العلاجيه، الوظيفه والشكل. عمل فردي لا انت فاشل. الابتسامه دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصه، وده غلط. حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معا، ولا انا غلطان؟ احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه. احنا اللي بنقرر. الحشوات برضو نفسها مش معموله من ماتيريال واحده. ترتيب الشغل ما بيننا دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ كل حاله بتجيلنا هي اهم حاله عندنا، فبالتالي لازم تطلع احسن حاله. لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل ماده. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه. احنا عندنا دلوقتي الحاله بيقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه 80% من الكشف حصل. ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي انه طب الاسنان في مصر ينافس بقوه في الشرق الاوسط، بل ربما يتحدى ويصل الى الرياده. هو الفكره ان انت تلاقي منتخب زي ده، منتخب زي ده، منتخب زي ده. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. ايه لازم اروح طبعا عشان اهتم بيها يعني وكده. على طول اول ما احس بالام اروح له على طول. لا بستنى لما يبقى في وجع شديد يعني. اكيد لازم اروح للدكتور عشان اعرف بعد كده اكل اعرف اعمل اي حاجه. لا مش هروح للدكتور لا. عشان ما تحصلش مضاعفات بعد كده و... لا انا بروح لدكتور الاسنان عادي. لا الاسنان لازم نروح للدكتور على طول. لا هاخد مسكنات الاول واغسله، لو كده لو نفع يعني وتعالج ماشي، لو ما تعالجش اروح للدكتور عشان ما يحصلش وما يزيش دروس جنبه. لا درس وجعنا كده اخلاق يعني، اروح للدكتور اي حاجه يعني. السنان بالذات من الحاجات اللي ما ينفعش فيها غير انها اروح لدكتور يعني. ممكن نغسلها، ممكن ناخد مسكن، ممكن اي علاج، دي اخر حاجه بعد كده بنفكر فيها احنا نروح لدكتور لما نتعب خالص. والله لو هاخد مسكن هاخد مسكن حاجه مؤقته بس، لكن اساسي ان انا لازم اروح للدكتور يعني. فعلا بيعمل مشكله، بس دكاتره الاسنان دايما وقتهم طويل قوي، ودي حاجه بتاثر على الواحد لما بيروح عندهم فعلا يعني. ما بيروحوش على طول يعني، بيستنوا شويه بقى لحد ما الالم يوجعهم قوي و... اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان. خلي بالكم ان ويليام بروفت قال في كتابه طب تقويم الاسنان المعاصر، قال مضمون مهم جدا ان المظهر له تاثير على الانطباع، واتكلم على فكره المدرسين والمدرسات، فكره الانطباع بتاع التدريس، ان المدرس والمدرسه لما بيدخلوا ويشوفوا اسنان جيده في عند امتحانهم ليه
تلامذتهم بيدوا لهم درجات افضل. ده مهم جدا. برضو السينما انطباعات الناس بتخلقها الاسنان في اكتر من شخصيه. يعني مثلا الناس بتوع والت ديزني لما بيعملوا عندهم دول ملوك الكاركتر، يعني دول اللي عملوا التغييرات المهمه جدا في شكل اي حد. لما تشوفوا مثلا توم هانكس في افلام اللي عملها في والت ديزني غيروا شكله. لما تشوف مثلا جوني ديب في افلام اللي شبه والت ديزني كان عمل مع والت ديزني ولا بيغيروا شكله، بيغيروا الكاركتر بتاعه. فلما بيعملوا الساحره الشريره لهم كاركتر لازم يدوها انطباعات، معظمها في الاسنان، اسنان مدببه فيها فراغات سودة او مصفره. الانسان الغبي يعني لما تيجي تشوفه في فيلم رائع جدا اسمه كان بتاع جوني ديب، كان بيشتغل اللي هو بيقوم فيه بدور حلاق، وفي فيلم رائع جدا. الراجل اللي بيمثل دور الفاسد او الرجل الفاسد او الضابط الفاسد في الفيلم ده كانت سنانه هي الكاميرا معظم الوقت جايه على سنانه. جشع، الفروقات، البروزات، الاصفرار، الشكل الغريب تعبر عن الجشع. احنا في مصر هنا بنعمل ده. يعني جنة الشياطين فيلم الرائع اللي عمله الاستاذ محمود حميد عبقري السينما المصريه، الراجل عشان يعمل دور واحد متشرد عمل حاجه فظيعه طبعا في الطب، خلع اسنانه شالها. طبعا دلوقتي ما بيعملوش الخلع ده يعني لكن بيسودوا المكان على اساس يبان انه ما فيش سنان، في سواد. ده اسمه انطباع. ولذلك الاسنان نوصل للنتيجه هي المعبر الاساسي عن الشخصيه، المعبر الاساسي عن الاحساس. هنفهم الكلام ده واكتر منه النهارده في حوار مثير للغايه مع ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز وطبعا يعني عشره العمر دكتور نير الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. حبيبي نورني. اخبارك ايه؟ وانا عارف طيب. انت طيب. بتحب السينما انت وبتحب الحاجات طبعا. وليك انت فن. يعني جانب فني مهم طبعا جدا. اقوله انت بتكتب شعر، انت محترف اساسا وعملت يعني اغنيات. هي هوايه. ايوه بس عملت اغنيات. في حاجات موجوده في في سوق الاغاني. محمد محي وجنات يعني ما الفن كله منفذ في بعضه. ده لا ده انا بتكلم على الاغنيات. انا بقول لك ما هو الفن كله منفذ في بعضه، سواء بقى اسنان، ما هي الاسنان فن، سواء اي موهبه فنيه تانية في الاخر بيبقى عندك حس الفنان. الوسط الفني كله بيعمل سنان معظمه. لو عمل سنانه غلط ممكن يعمل يعني يحصل له كارثه في التعبير. متهيألي احنا شفنا كتير ناس شكلها اتغير وناس بقت ضحكتها مش طبيعيه كتير موجود في السينما وفي الاعلام وفي التلفزيون. ناس كتير عملت اسنانها بشكل غلط والناس بتعلق عليهم والناس بتجنن تقول انا مش عايز اسناني زي فلانه. يعني اكبر دليل على الفشل ان تبقى هي مضرب للمثل في الفشل، في فشل في فشل شكلها. انا مش عايزه اعمل سناني زي فلانه، دي معناها انها اخطات في حق نفسها، اخطات في اختيار الدكتور اللي عمل لها اسنانها، اخطات في قبولها للشكل اللي مش طبيعي لها وصلت. اخترت النهارده ستايل معين في الحلقات ان احنا نحكي كيس. ليه اشمعنى لاول مره يمكن في الاسنان نحكي قصص؟ اشمعنى؟ علشان دي الاقرب لوصول الناس. يعني الكيسز دي او الناس اللي بتسال هي ناس موجوده على ارض الواقع عندها مخاوف وعندها استفسارات، احنا عايزين نبقى قريبين منهم. فاخترنا ان احنا يبقى حالات او ناس بتسالنا بحيث نجاوب عليهم، لان دي ناس كلها موجوده في على ارض الواقع، مش حاجات اسئله احنا اللي عايزين نقولها. طيب هنبدا الاول. اول سؤال في عادتنا النهارده بيحكي بيقول انا عملت تجميل في اسناني لكن سناني شكلها مش طبيعي، واكثر من شخص سالني عملت ايه في اسنانك، ايه الحل عشان نرجعهم تاني للشكل الطبيعي؟ تمام، خلينا نتفق ان احنا حتى لو عملنا اسناننا بشكل خاطئ فاحنا نقدر نرجع للشكل الطبيعي. لازم الاول الناس تفهم ان التجميل او مجازا هوليوود سمايل او اي اسم بيتقال على عنصر التجميل بتاعنا، هو في الاخر هو الحصول على ابتسامه مثاليه فت عليا انا. ما ينفعش
اكون عامل لك اسنانك وعاملها لاخوك وعاملها لابن عمك وعاملها لمجموعه من الناس. زي ما بنشوف كده تلاقي ال 20 حاله بتخش عند دكتور يخرجوا نفس الشكل. ده مش مظبوط. الابتسامه بتتفصل للواحد. تمام. طيب الابتسامه بتتفصل للواحد اصلا ازاي؟ لازم يكون الدكتور نفسه عارف الشكل الطبيعي للسنه ايه. الشكل التشريحي والتعامل مع الضوء لازم يكون فاهم الكلام ده علشان لما يجي يعمل تجميل تتفاعل وتديني نفس الشكل اللي الاسنان الطبيعيه اللي ربنا خلقها. لو انا بعدت عن المضمون ده انا عملت تجميل فاشل. يعني خلي دايما المضمون الاساسي هو الحصول على ابتسامه مثاليه طبيعيه تبقى خلفيه ليا، ما تبقاش هي المتصدره المشهد. دايما لما نبقى بنتكلم مع بعض وانت بتضحك ابقى باصص في عينك مش سنانك اللي واخده عينيا. لو سنانك واخده عينيا لاي سبب، على فكره ممكن تكون سنانك طبيعيه واخده عينيا لان لونها مثلا اصفر بزياده عن الكاركتر بتاعك، ما هتاخد عيني برضو. يعني مش معنى ان كل الاسنان الطبيعيه انها حلوه، لا احنا بنتكلم على الاسنان الطبيعيه الايديال اللي اتعلمناها اللي هي بتدينا انطباع زي ما انت قلت. الشكل بيديني انطباع. لما اتعمل سيرفي يعني عن احسن الاشكال واحسن الانطباعات وصلنا لمجموعه من الاشكال هي دي الطبيعيه اللي شكلها حلو اللي علاقتها ببعض متناسقه، علاقتها باللسه متناسقه، علاقتها ككل مع بعض مع الابتسامه متناسقه، علاقه الابتسامه كلها مع الوش متناسقه. ده علم لازم اكون درسه، بالاضافه زي ما قلت لك انك لازم تكون عارف شكل الاسنان الطبيعيه شكله ايه. عشان كده احنا جايبين صور بنوري اشكال سنان، مش احنا دي اسنان في الحقيقه يعني دي الاسنان الطبيعيه، عشان لما نيجي نتنقل ان احنا هنعمل اسنان لازم نعمل الشكل الطبيعي ده. السؤال الثاني بقى سؤال او قصه مهمه. بنت بتقول انا عايز اعمل تجميل سنان. تمام. شلتي واصحابي حذروني قالوا لا ما تعمليش لانه في بنات كتير من شلل تانية منافسه عملت سنانها وطلعوا مش حلو. شكلهم مش حلو. وقعدوا طبعا يناموا عليه. ما هو خلينا نتفق على حاجه. اي حاجه بتبقى ترندي او عليها اقبال كبير بيبدا غير المتخصصين يشتغلوا فيها لانه خلاص سوق مفتوح. ودايما الناس خلينا دايما نتفق ان المتخصص اللي بيستعمل مواد ستاندرد او مواد معتمده بيبقى له يعني تكلفه معينه. واحنا هنا في مصر او في الوطن العربي ملوك الـ 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 الخصم والحاجات دي. انا دايما عندي راي ان الخصم في البدله في الجزمه مش في صحتي، لان الخصم في ان انا ابقى دايما بدور على الخصم او بدور على الارخص فانا برخص من صحتي نفسها وبخصم من صحتي وبخصم من عمر المنتج اللي انا خدته. فطبعا تدخل في مجال التجميل وفي كل المجالات على فكره، مش مجال التجميل بس، في مجال التجميل وفي الزراعه وفي مجال الطب كله. اي حاجه بتبقى ترندي بتلاقي ناس غير متخصصه بتخش فيها، النتيجه منتجات شكلا ووظيفه خاطئه. فالناس توهمت ان العيب في التجميل، انما عمر العيب مش عمر العيب ما كان في التجميل. انا هوريكم الصور اللي بتورينا التجميل شكله عامل ازاي. اللي هيشوف ان التجميل ده مش طبيعي يبقى فعلا التجميل نفسه فيه مشكله. لكن في دكاتره كتير في مصر معتمده وفي الوطن العربي معتمده بتدينا منتجات للتجميل طبيعيه. دي اسنان طبيعيه. اللي عايزين نقوله ايه؟ زي ما انت شايف السنه الطبيعيه في بعض الاسنان بيبقى فيها شفافيه، الجزء الانسايزل زي ما انت شايف شفاف. هنشوف صوره تانية عشان انا اوريكم دي، ده نوع تاني من انواع الشفافيه. خدت بالك ان الاولاني كان شفاف بطريقه وده شفاف بطريقه تانية، بس ستيل عندي حاجه اسمها ايه؟ الشفافيه. لازم نبقى فاهمين ان السنه الطبيعيه ربنا خالقها لما بتتفاعل مع الضوء تعمل ثلاث حاجات، بتمتص جزء وبتعكس جزء وبتعدي جزء. الجزء اللي بيعدي ده هو اللي مدينا الشكل الحي للسنه. هنشوف شكل هنا بقى. دي اسنان معموله تجميل. انت شفت الاسنان الطبيعيه وده اسنان معموله تجميل. احنا بنحاول نوصل ليه؟ بنحاول نوصل للشكل الطبيعي اللي ربنا خلقه. فيها الجزء الشفاف متناغمه مع شكل الابتسامه بتاعتنا، لونها طبيعي. لان قصه بقى ان انا اروح اعمل الالوان اللي هي الابيض التباشير وابيض الثلاجه وابيض التشوكليتس، ده مش تجميل. زي ما انت شايف دي اسنان معموله. انا وريتك في الاول اسنان مش معموله، دي اسنان معموله. الاسنان فيها التعريج الطبيعيه ايديال مرصوصه صح.
هنا لازم يكون الدكتور عارف ال 21 كرايتيريا للتجميل السليم، اللي هو الميد لاين خط المنتصف فين، علاقة طول السنة لعرضها، علاقة السنة اللاترال بالسنة السنترال، علاقة الأسنان باللسة، علاقة لون الأسنان. تشيك ليست كده انت عمال تعدي عليها علشان توصل ان انت عندك أسنان ايديال، دي أسنان معمولة، يعني دي أسنان تجميل. فالعيب مش في التجميل، العيب ان انا اروح لدكتور مش متخصص في التجميل، وهم بقوا موجودين يعني الحمد لله الوطن العربي ومصر فيها دكاتره شاطره في التجميل. اهم حاجه ايه؟ انا دايما دايما اي حد يسالني اختار دكتور التجميل ازاي، اختار دكتور التجميل زي ما بختار مهندس الديكور بتاعي. اول حاجه بسال مهندس الديكور ايه، بقول له وريني شغلك، صح كده؟ مش هروح سلمه بيتي، بقول له وريني شغلك، ولو شغله عجبني بقول له يلا نشتغل. ازاي بروح اشتغل عند دكتور انا ما شفتلوش حالات وما عندوش حالات والبروفايل بتاعه كله ديفيليه مثلا؟ انت رايح لدكتور اسنان مش رايح لعارض ازياء مثلا. لما اكون رايح لعارض ازياء اشوف البدله والجاكيت والطبيعه، لا انا رايح لدكتور اسنان يبقى بشوف شغل، يبقى انا رايح اتفرج على شغل. دي اسنان معموله، شايف كميه يعني شايف التعريج اللي جوه السنه، السنان دي كلها معموله هاند ميد مش معموله بمكن. لان انا في التجميل انا ما بحبش المكن، المكن يفيدني جدا سرعه ودقه لما اكون بعمل اسنان خلفيه، لكن عايز اعمل جمال، الجمال دايما هاند ميد. دي حاله كانت عامله تجميل زي ما انت شايف، اللي فوق ده تجميل، ده اللي بيخوف الناس، التجميل اللي فوق ده. الحاله النص الفوقاني ده كان عامل تجميل، يعني مش سنان طبيعيه، دي مش سنان، ينفع دي تبقى شكل سنان طبيعيه؟ ده تجميل، ده يدعي يعني يدعي اللي عملها ويدعي وتدعي اللي عاملاه انك هتعمله تجميل. بص الفرق بين اللي فوق واللي تحت هي نفس الحاله، ما كان مأساة كبيره يعني. اللي تحت اسنان طبيعيه اتفرج على اسنان، الماتيريال نفسها مختلفه، الماتيريال مختلفه لان اللي فوق اصلا تصميم مختلف، اللي فوق اصلا الماتيريال غلط لانها ماتيريال بلاستيكيه وهي أسوأ انواع التجميل في العالم. بلاستيكيه هي اصفرت، بتجمع بواقي اكل زي ما انت شايف، تعمل التهابات في اللثه، شايف اللثه كلها ملتهبه وفي خطوط حمراء غريبه كده. اللي تحت بقى اتبنت السنه، بتاخدها تعملها هاند ميد، بتبني طبقه على طبقه على طبقه، لان الاسنان اللي ربنا خلقها هي طبقات، هي مش بلوك، هي طبقه عليها طبقه عليها طبقه، وليها توزيع حاجه اسمها دنتين وانامل، ليهم توزيع معين لازم تحافظ عليه عشان يطلع الشكل طبيعي. كل ما قدمناه في طب الأسنان في السنوات الماضية كان من أجل الثقافة، نحن نريد أن نثقف العالم العربي، نثقف العالم العربي في أهمية الاعتناء بأسنان. أيضا من ضمن أهدافنا المهمة أن احنا أبرزنا مهارة الطبيب المصري، وده هدف للبرنامج في كل برانشاته. الطبيب المصري ده احنا بندافع عنه، بندافع عن قيمته، بندافع عن مهارته، بندافع عن إمكانياته، بندافع عن اجتهاده، بندافع عن أسماءه. صحيح إن إحنا ما نقدرش نطلع 150 ولا 170 ألف طبيب مصري، نتمنى إنهم يطلعوا معنا كلهم، فإحنا بنطلع ريبريزنتيتيف أو معبرين عن الثقافة والتعبير عن قوة الطب المصري، دول أهدافنا الحقيقية. يبقى إنه ده يتقبل بشكل جيد جدا في العقلية العربية. ضيف العزيز، صديق العزيز والزميل العزيز، وزي ما قلت عشرة العمر، الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، نورتنا دكتور نور وشرفته بهذه الزيارة. خليكم دايما معنا سعادة.